بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم، يوم الأحد 29 من أيلول سبتمبر 2024، موعدنا مع الذي يحمل عنوان أساسيات العمل الدبلوماسي والقنصلي. كنا في الحصة الأولى يوم الخميس السابق مع التمثيل الدبلوماسي الدائم بين الدول، دراسة في المفهوم والوظائف والحصانات وما إلى ذلك من تعريفات. درس أو حصة اليوم حول التمثيل القنصلي، حيث سوف تقود بنا الدكتورة مونيا رحيمي، وهي حاصلة على شهادة الدكتوراه تخصص القانون الدولي العام من جامعة محمد الخامس بالمملكة المغربية، أستاذة للعلاقات الدولية بجامعة قطر سابقا، وأستاذة أستاذة للقانون بجامعة لوسيل حاليا. الدكتورة مونيا رحيمي هي باحثة متخصصة في القانون الدبلوماسي والقنصلي، ولديها العديد من المقالات والمداخلات والمشاركات في مؤتمرات محلية وطنية ودولية. حصة اليوم حول موضوع التمثيل القنصلي، الوظائف، الحصانات وعلاقات وعلاقة التكامل مع الوظيفة الدبلوماسية، سوف تمتعنا من خلالها الدكتورة مونيا بمختلف الوجوه المتعددة لهذه الوظيفة الدبلوماسية ومدى تكاملها وترابطها بالعمل الدبلوماسي الممثل للدول في دول أخرى. دكتورة مونيا، مساء الخير، تفضلي دكتورة. مساء الخير دكتور كريم، شكرا جزيلا. مساء الخير على الجميع. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وبه دوما نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. كما أسلف دكتور كريم، نحن الآن في هذا اليوم أمام محاضرة جديدة استكمال المحاضرة السابقة حول التمثيل الدبلوماسي، واليوم سنتطرق للتمثيل القنصلي، وسنتبع نفس المنهجية التي تناولناها سابقا، بمعنى سنتطرق لنبذة مختصرة حول التاريخ أو الجذور الأولى لممارسة القنصلية وأصل كلمة قنصل وقنصلية. سنتطرق أيضا لوظائف القنصلية. سنتطرق أيضا لعلاقة التكامل أو تقاطع بين العمل الدبلوماسي والعمل القنصلي، ومجموعة من الإشكاليات المطروحة قانونيا وسياسيا أيضا حتى على مستوى القنصل. أيضا سنتطرق لمجموعة من الإشكاليات. أرجو من الجميع الانتباه الجيد، لأن هناك بعض القواعد القانونية دقيقة جدا التي تتطلب التركيز، فأمل أن نوفق جميعا في هذه المحاضرة إن شاء الله. إذا كان شكرا دكتورة، تفضلي دكتورة. بطبيعة الحال دوما موفقة، لأن الحصة تكون مركزة، وحتى بالنسبة للوحات المعروضة فهي لوحات غنية بالمعطيات. هي جدا مختصرة طبعا، لو أطلقت الزمام للمعلومات لكانت كلها عبارة عن أكيد أكيد أكيد، فالمجال يعني واسع جدا بالنسبة للقانون القنصلي والدبلوماسي دكتورة. شكرا جزيلا دكتور كريم. فقط للتوضيح رجاء دكتور كريم، فقط تصحيح بسيط، يعني سابقا أستاذة جامعة بجامعة قطر ولوسيل سابقا، حاليا لم أعد أنتمي لنفس الجامعتين، مع احترامي الكبير طبعا للجامعتين. فقط من باب التوضيح، هل ممكن مشاركة الباوربوينت دكتور كريم أرسلها؟ لقد منحتك خاصية الكوهوست. طيب ممتاز، نبدأ على بركة الله. واضح الباوربوينت؟ سأستمع. ضغط على الاف 5، الاف 5 F5، اف 5. حاضر، الآن واضح؟ جيد دكتورة، مرحبا. ممتاز ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. كما أسلفت القول، سنتناول في محاضرة اليوم تمثيل القنصلي من حيث الوظائف والتاريخ، نبذة موجزة عن تاريخ العلاقات القنصلية. في المحور الأول سنتناول العلاقات القنصلية في العصور القديمة والعصور الوسطى والعصور العصر الحديث، وأيضا في التاريخ المعاصر. يعني أتطرق لهذه الخصائص بشكل جدا موجز، وأحيل الأساتذة الأفاضل إلى الاطلاع على الورقة البحثية التي
أرسلتها لكم لأن فيها الكثير من المعلومات الدقيقة والغنية بهذا الخصوص، معتمدة في ذلك على الكتب التاريخية والأنثروبولوجية للكتاب والمؤلفين المتخصصين في هذا المجال، فالمعلومات جدا غنية في هذا المجال، تتطلب صراحة محاضرة قائمة بذاتها ومتخصصة في التاريخ القنصلي. كما أسفنا سابقا في المحاضرة السابقة قلنا بأن العلاقات الدبلوماسية، وأتحدث عن العلاقات وليس المفهوم، العلاقات الدبلوماسية ترجع إلى العهود الغابرة وإلى العصور القديمة. لماذا؟ لأنه الدبلوماسية مرتبطة بالتجمعات والمجتمعات الإنسانية، فأينما وجد تجمع إنساني بشري إلا وجد معه أدوات وآليات الدبلوماسية وأدوات السلم والتعاون والتضامن والمساعي الحميدة فيما بين الأمم والشعوب. نفس الأمر ينطبق على العلاقات القنصلية، بل إن المفكرين والباحثين والمؤرخين والمتخصصين في العمل الدبلوماسي يؤكدون على فكرة من الأهمية بمكان، أن العلاقات القنصلية قد سبقت العلاقات الدبلوماسية من حيث التأريخ ومن حيث الأهمية ومن حيث الممارسة، ويرجعون ذلك لمجموعة من الأسباب سنذكرها لاحقا عبر سلايدات هذه المحاضرة. على غرار العلاقات الدبلوماسية كما أسلفت، فإن العلاقات القنصلية تعود بجذورها إلى تاريخ الحضارة القديمة، ويرى العديد من المؤرخين والباحثين في الشأن القنصلي أن كلمة قنصل قد تم استعمالها خلال فترتين تاريخيتين أساسيتين. الجديد في هذا في المقارنة بين مفهوم الدبلوماسية ومصطلح قنصل، أن الدبلوماسي كما ذكرنا هو مصطلح مختلف فيه، عفوا هو مفهوم مختلف فيه، لم يتم لحد الآن الاتفاق على تحديد تعريف محدد للدبلوماسي، لكن القنصل يكاد يعرف أصله وجذوره التاريخية، وبالتالي يكاد يطلق على شخصية معينة وعلى لقب معين، فالقنصل يكاد يكون مصطلحا أكثر منه مفهوما. فالمؤرخون يعتبرون أن كلمة قنصل ترجع بدايتها إلى فترتين أساسيتين. الفترة الأولى هي فترة انهيار النظام الملكي الروماني عام 509 قبل الميلاد، وقيام الثورة على آخر ملوك الرومان، وحل محله النظام الجمهوري لإدارة شؤون الدولة. وأمام هذا التغيير تم استعمال كلمة قنصل لوصف الحاكم الجديد، وكأن كلمة قنصل في هذه الفترة الزمنية من التاريخ تعتبر كلمة مفصلية للتفريق أو لإحداث فرق بين فترة الحكم النظام الملكي الروماني وبداية المرحلة الجديدة من الحكم الجمهوري، ولذلك سمي الحاكم قنصلا ولم يسمى ملكا في ذلك الوقت. الفترة الثانية التي استعملت فيها قنصل وقنصلية أيضا، وبعد انقلاب النواب البرلمانيين المقربين من نابليون بونابرت، تتحدثون عن فرنسا، انتقلنا من الفترة الرومانية إلى فرنسا. بعد انقلاب النواب البرلمانيين المقربين من نابليون بونابرت ضد مجلس الحكم المعروف آنذاك بالقيادة المشتركة عام 1799، أحلوا محل القيادة المشتركة آلية جديدة للحكم وإدارة شؤون الدولة أطلق عليها اسم القنصلية. فالقنصلية أيضا عبارة عن تعبير ووصف لأسلوب الحكم، يعتبر أيضا مرحلة فاصلة بين الحكم الملكي في فرنسا والحكم الجمهوري الذي تلى الحكم الملكي بواسطة نابليون بونابرت، الذي سمي حينها أيضا قنصلا وسميت آلية الحكم قنصلية. فلما استتب الحكم لنابليون بونابرت أصبح قنصلا مدى الحياة، واعتبر حين أول إمبراطور أيضا لفرنسا. طيب، فيما يتعلق بالعلاقات القنصلية في العصور القديمة، أهم ما يميز العصور القديمة هو نظام، لا نتحدث عن مصطلح القنصلية ساعتها، ولكن نتحدث عن مظاهر العمل القنصلي. ولذلك دائما أميز في محاضرتي بين الممارسة والعمل الدبلوماسي والقنصلي وبين المفاهيم والمصطلحات. العمل القنصلي أو الممارسة القنصلية قد ظهرت في العصور القديمة حسب المؤرخين والمفكرين والمتخصصين في شكل أنظمة محددة، أهمها نظام الحماة أو قانون الأجانب.
فنظام الحماة أو ما يسمى بروستيت ظهر خلال القرن السادس والسابع قبل الميلاد في بلاد الإغريق، حيث كانت التجارة الداخلية والخارجية مزدهرة في تلك الفترة، فتزايدت مع النزاعات والخلافات مع سلطات المدينة مع التجار وسلطات المدينة التي يقيم فيها التجار من أجل ممارسة تجارتهم، مما اضطر هؤلاء التجار إلى اختيار شخص معين يثقون فيه من مواطني هذه المدينة من أجل حل هذه النزاعات، وأيضا من أجل التدخل لحمايتهم إذا اقتضى الأمر. فسميت هذه المرحلة أو هذه الفترة بفضلة الحماة، يعني هناك أشخاص مكلفون بحماية التجار شخصيا، حماية شخصية، وحماية تجارتهم أيضا حماية قانونية. ولذلك ظهرت لأول مرة وظيفة القضاء باعتبارها وظيفة قنصلية. هذه الفترة أو المظهر الأساسي في العصور القديمة. أيضا يذكر المؤرخون أنه خلال نفس الفترة ظهر نظام آخر يسمى قانون الأجانب، عرف بالبروكسينوس، ويؤكدون بأن هذا المصطلح لحد الآن يستعمل في اليونان. بروكسينوس مؤداه اختيار التجار الأجانب من يمثلهم لدى السلطات في المدن اليونانية، ويسهر على حمايتهم ورعاية مصالحهم، وهو ذات النظام الذي ينطبق حاليا في العصر الحديث على ما يسمى بالنظام القنصل الفخري أو القنصل الشرفي الذي سنراه لاحقا إن شاء الله. ثم أيضا ظهرت مرحلة أخرى خلال العصور القديمة دائما تسمى مرحلة قانون الأجانب بريغرينيوم، وقد ارتبط هذا القانون بفترة اتساع الإمبراطورية الرومانية، حيث كان يطبق على مواطني الدول الخاضعة لروما، يعني المواطنين من دول أجانب، لكن هذه الدول هي بطبيعتها خاضعة للحكم الروماني والإمبراطورية الرومانية. وقد تفرعت عن هذا القانون الأصلي اللي هو قانون الأجانب عدد من القوانين الأخرى الخاصة بالأجانب دائما، أهمها قانون جيس فيسيال الخاص بمراسم استقبال المبعوث الأجانب وضمان حصانتهم وامتيازاتهم تحت إشراف الكهنة. دائما حين يتحدث عن العصور القديمة يتحدث عن حكم الكهنة وحكم أو الكهنوت وحكم الكنائس، الحكم الديني أو الحكم اللاهوتي. وحتى في ظل الحكم اللاهوتي كان هناك قوانين خاصة بالأجانب فيما يتعلق بحصانتهم وامتيازاتهم. ولذلك إذا تذكرتم في المحاضرة السابقة قلت أن جميع المفاهيم قد تغيرت من زمن إلى زمن ومكان إلى مكان، ما عدا ما يتعلق بالحصانات والامتيازات، فقد ظلت هذه الظاهرة أو هذا القانون أو لنسميه هذا الامتياز احتفظ بصفته وخصائصه وسماته من العصور القديمة البدائية إلى حد الآن. إلى حد الآن لم يتغير المبدأ ولم تتغير هذه الخصائص. ثانيا، العلاقات القنصلية في العصور الوسطى تميزت هذه المرحلة ببروز منصب القنصل القاضي. في المرحلة السابقة نتحدث عن القنصل التاجر الذي يحمي الأجانب من حيث حماية شخصية وحماية قانونية. الآن نتحدث عن القنصل القاضي الذي يبث في المنازعات القانونية. طبعا البداية الأولى كانت إرهاصات لظهور القنصل القاضي، أما في مرحلة العصور الوسطى استتب منصب القنصل القاضي بين الشعوب والأمم وفي القوانين الداخلية لها أيضا. يعتقد عدد من الباحثين والمؤرخين أن الوظيفة القنصلية قد ظهرت بشكل واضح خلال مرحلة العصور الوسطى، خاصة وظيفة القنصل القاضي، ويرجع ذلك إلى عدة اعتبارات. الاعتبار الأول هو ضعف هيكلية الدولة القانونية، بمعنى أن الضعف القانوني وضعف التنظيم واللوائح القانونية أدى إلى ظهور منصب القنصل القاضي الذي اتفق عليه مجموعة من التجار المهتمين بحماية تجارتهم ومصالحهم الاقتصادية في البلاد الأجنبية. ثانياً، تزايد نشاط التجارة البحرية بين الإمبراطورية البيزنطية الشرقية من جهة والمدن الإيطالية والفرنسية من جهة ثانية.
فكان يقوم مجموعة من التجار بتفويض القنصل القاضي أو القنصل التاجر ليقوم نيابة عنهم بالبث في المنازعات القانونية والقضائية. فظهرت لهذا السبب مجموعة من المسميات والمصطلحات، من بينها قنصل ما وراء البحار وأيضا قاضي المنازعات. وفي هذه الفترة ظهرت فعلا النواة الأولى لما نشهد حاليا للبعثات القنصلية الدائمة فيما بين الدول. كما يرى بعض الباحثين، خاصة الباحثين العرب، أن أخصب تربة لنمو التعامل القنصلي قد بدأ خلال الحروب الصليبية وما تلتها، الفترة التي تلت هذه المرحلة. بسبب ماذا؟ بسبب نمو التجارة واتساع آفاقها، وسيطرة الغرب التدريجية على طرقها ومراكزها، مما أدى بالضرورة إلى خلق جهاز أكثر فاعلية لرعاية وتطوير المصالح الجديدة وحل المنازعات الناجمة عنها. أما الازدهار الحقيقي دائما حسب المؤرخين للتعامل القنصلي فقد بدأ مع منح الامتيازات والحقوق فوق العادة أو الاستثنائية للدول الغربية ومواطنيها المقيمين في الإمبراطورية العثمانية من قبل سلاطين آل عثمان، بداية من القرن النصف الثاني من القرن الخامس عشر، والذي كان تاريخيا السبب الأساسي للتغلغل الاستعمار والاحتلال إلى أغلب بلداننا العربية والإسلامية أيضا. ثالثا، العلاقات القنصلية في العصر الحديث. بالنسبة لمصطلح أو لتحقيب العصر الحديث، فعادة ما يعتبر تنطبق على القرون الثلاثة التي تلت القرن الخامس عشر، بمعنى القرن السادس عشر عفوا السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر، الذي عرف بعصر الأنوار، فيما يسمى العصر أو الحقبة المعاصرة ابتداء من الثورة الفرنسية لعام 1700، أعتقد 1789 الثورة الفرنسية. يبدو حينما نقول العصر الحديث والعصر المعاصر أو الوقت المعاصر، هذه تحقيبات قد أكل عليه الشهر، عفوا أكل عليه الدهر وشرب، ويبدو أن المحتشين إلى تقسيم جديد في العصر الراهن. طيب، العلاقات القنصلية في العصر الحديث. من القنصل القاضي انتقلنا من صفة أو لقب أو وضعية القنصل القاضي إلى القنصل الممثل لدولته، القنصل الممثل لدولته. مع بداية العصر الحديث وتحديدا فترة ما يسمى بعصر النهضة، برزت تحولات كثيرة نتيجة النظام الإقطاعي في أوروبا وحيوية النشاط التجاري دائما. لاحظوا معي، قلت من البداية أن العلاقات القنصلية قد سبقت العلاقات الدبلوماسية. لماذا؟ بسبب النشاط التجاري الذي يميز التجمعات البشرية منذ غابر الأزمان. فكل أينما كانت التجارة وكان ازدهار في التجارة وتطور في التبادل التجاري والاقتصادي، وجدت هناك ممارسة وعمل قنصلي وما يستبع ذلك من آليات لحماية مصالح الدولة بهذا الشيء بخصوص هذا الأمر. تحول العمل من مرحلة القنصل القاضي الذي يمثل مجموعة التجار ويتم انتخابه من قبلهم إلى مرحلة جديدة، ألا وهي القنصل الممثل لدولته والمعين من قبلها. فإذا العصر الحديث أهم ما يميزه أنه انتقلنا من القنصل العادي القاضي الغير رسمي بين قوسين، يعني تعينه مجموعة من التجار أو من المؤسسات المهتمة بالمجال الاقتصادي والتجاري، إلى القنصل الممثل من طرف دولته تمثيلا رسميا. فكان القنصل في هذه المرحلة يزاول مهاما وصلاحيات ووظائف أشبه ما تكون بالوظائف التي يمارسها الدبلوماسي في وقتنا الراهن، على رأسها التفاوض باسم دولته وتمثيل دولته ومتابعة الشؤون السياسية الخاصة بدولته وكتابة التقارير عن جميع الأحوال والظروف التي تهم دولته، سواء في الشأن السياسي أو العسكري أو التجاري أو الاقتصادي أو كل ما يهمه دولته. كانوا يتمتعون أقصى القناصل بجميع الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها الدبلوماسيون حالياً، وكان كل مس بالقنصل يعتبر مسا مباشرا بالدولة. لماذا؟ كما قلنا، لأنه الآن أصبح القنصل لا يمثل فئة تجار معينة
أو فئات من التجار، وإنما أصبح يمثل دولته. ولذلك وبناء على هذا التمثيل أصبح يتمتع بحسنات وامتيازات عديدة وكثيرة تشابه ما يتمتع به الدبلوماسي في وقتنا الراهن. العلاقات القنصلية في التاريخ المعاصر، وكما قلت أن التاريخ المعاصر يبتدئ من الثورة الفرنسية عام 1789 إلى وقتنا الراهن. إقامة العلاقات القنصلية وتبادل بعثاتها بين الدول، إذا لم تقم علاقات دبلوماسية إلا في على الشكل الذي نشهدها حاليا بالمفهوم الحالي وبالصيغة الحالية إلا في وقتنا المعاصر. بعد إبرام معاهدة وستفاليا دائما حتى أساتذتنا في القانون الدولي كانوا دائما يؤكدون على هذه الفكرة، يقولون اذكروا جيدا اتفاقية أو معاهدة وستفاليا أو معاهدة الصلح لعام 1648، لأنها الاتفاقية التي غيرت مجرى التاريخ وغيرت التوازن بين الدول، ولحد الآن نشاهد تداعياتها لحد الآن. فبعد إبرام معاهدة وستفاليا عام 1648 تم تقليص الصلاحيات المخولة للقناصل لصالح المبعوثين الدبلوماسيين. لماذا؟ لأنه بعد استقلال الدول وتطبيق مبدأ سيادة الدولة وتوازن القوى واستئثار كل دولة بإقليمها وحدودها وسيادتها، أصبحنا نعتمد بعثات دبلوماسية تمثل الدولة وتمثل ملك الدولة آنذاك، ولم نعد نستعمل القنصليات أو يعتمد عفوا يتم اعتماد القناصل. فلهذا السبب تراجع أو تقلص دور القناصل مع بداية القرن التاسع عشر، مما دفع الدول إلى تنظيم وظائف القناصل وامتيازاتهم وحصاناتهم من خلال عقد المعاهدات. أعيد الفكرة من جديد، يبدو أنني فاتتني فكرة التراجع والتقلص. طيب، قلت مع بداية معاهدة وستفاليا عام 1648 تم تقليص صلاحيات القناصل لصالح البعثات الدبلوماسية، لكن مع بداية القرن التاسع عشر وتطور التجارة والملاحة اكتسب العمل القنصلي أهمية بالغة بالنسبة للدول، واسترجع أهميته ودوره في العلاقات التجارية والاقتصادية فيما بين الدول، مما دفع هذه الأخيرة إلى تنظيم وظائف القناصل وامتيازاتهم وحصاناتهم من خلال عقد المعاهدات الثنائية والجماعية أيضا على مستوى التشريعات الوطنية وعلى مستوى العلاقات البينية بين الدول. ومن بين أهم مميزات القرن التاسع عشر هو قيام العديد من الدول بتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات، حتى أن بعض المؤرخين يعتبر أنه خلال القرن التاسع عشر شهد أكبر عدد من الاتفاقيات الدولية فيما بين الدول، بلغت 97 معاهدة. وخلال القرن العشرين ازدهرت العلاقات القنصلية أيضا بشكل أكبر وبوتيرة أسرع بسبب ازدياد الاستقلال الدول خاصة في فترة الستينيات وتزايد احتياجات المواطنين في الخارج، لأن بسبب الهجرة إلى الخارج، وتضاعف حجم التعاون الاقتصادي الدولي وتنوع طبيعة العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية فيما بين الدول، مما تطلب جهازا إداريا وتجاريا يتكفل بكل هذه المهام المستجدة، مما أدى بدوره إلى انتشار اتفاقية القنصلية الثنائية وازدياد عدد البعثات القنصلية بشكل لم يسبق له مثيل. ومع تطور العلاقات التجارية دائما وتعقدها أصبح من اللازم بذل جهد ليس ثنائي فقط بين الدول فيما بينها، بل بذل جهد جماعي دولي تكفلت به المنظمة المتحدة واستأثرت به لجنة القانون الدولي العام في دورتها السابعة عام 1955، وقدم مقرر اللجنة آنذاك أول تقرير حول العلاقات الدبلوماسية عفوا القنصلية وتمثيل القنصلي عام 1957. وبعد دراسة مستفيضة ونقاشات مطولة تم إبرام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية بتاريخ 1963.
وهذه الاتفاقية المعتمدة في هذه المحاضرة، وتعتبر الاتفاقية المحورية لكل ما له علاقة بالعمل القنصلي على المستوى الدولي. لاحظوا معي المدة الزمنية التي استغرقتها الاتفاقية، من عام 1955 وربما حتى من قبل عام 1955 إلى عام 1963، يبدو أن تقريبا 8 سنوات من أجل إعداد هذه الاتفاقية والخروج بها إلى حيز التنفيذ. المحور الثاني من هذه المحاضرة يرتبط بالعلاقات القنصلية والتنظيم القنصلي أو التمثيل القنصلي. سنتطرق لأساس القانون العلاقات القنصلية، التمثيل القنصلي وإشكالية الاعتراف بالدولة. أيضا حتى على مستوى العمل القنصلي، رغم أن العمل القنصلي مرتبط بالعمل الإداري والتجاري وليس بالعمل السياسي كما هو الشأن العمل الدبلوماسي، رغم ذلك طرحت إشكالية الاعتراف بالدولة، وسنراه إن شاء الله في المحاور اللاحقة. سنتحدث في هذا المحور عن تبادل البعثات القنصلية وأنواع الموظف القنصليين وأيضا درجات ومراتب القناصب. الأساس القانون العلاقات القنصلية، حينما نتحدث عن أي علاقة قنصلية أو علاقة دبلوماسية أو أي علاقة قانونية كيفما كانت، لا بد وأن يوجد لها أساس قانوني. هذا الأساس القانوني يتمثل أو يتجسد في اتفاقيتين، كما ذكرنا سابقا في المحاضرة السابقة، اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 التي نصت في المادة الخامسة على وظائف العمل الدبلوماسي، وضمن هذه الوظائف ذكرت الاتفاقية في آخر فقرة لها لفقرة واو أن العمل البعثة الدبلوماسية تمارس العمل القنصلي. هذا ما درسناه في المحاضرة السابقة. نفس الأمر ينطبق على الاتفاقية العلاقات القنصلية في المادة الأولى التي تنص على ميل الفقرة الأولى، تقام العلاقات القنصلية بين الدول بالرضا المتبادل. وقد كتبت العلاقات القنصلية حتى نميزها عن التمثيل القنصلي، فحينما نقول علاقة قنصلية نتحدث دائما عن الرضا المتبادل بين دولتين بإنشاء هذه العلاقة أو رفضها أو التحفظ عليها، تماما كما هو الشأن بالنسبة للعلاقات الدبلوماسية. فحينما يتم الاتفاق على إبرام العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، ساعتها ننتقل إلى الخطوة الثانية التي تلي الاتفاق المتبادل من ما يتعلق ساعتها بالتمثيل القنصلي. لاحظوا معي أن الفقرة تتحدث عن العلاقات القنصلية بين الدول وليس بين الدول والمنظمات الدولية، وهو ما يعني أن العلاقات القنصلية تتم فقط بين الدول فيما بينها، أما العلاقات الدبلوماسية فتتم بين الدول وأيضا بين الدولة والمنظمات الدولية، وهذه من الأمور التي يجب الانتباه إليها جيدا، وسأفصل في ذلك لاحقا. الفقرة الثانية، يتضمن الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية بين دولتين الموافقة على إقامة علاقات قنصلية ما لم ينص على خلاف ذلك، بمعنى أنه من طبائع الأمور ومن المسلمات والبديهيات حينما يتم إقامة علاقة دبلوماسية بين دولة أخرى فإن ذلك يعني حكما ومباشرة الموافقة على إقامة علاقة قنصلية، وسأفصل في ذلك أيضا في هذه النقطة بالتحديد. لا يؤدي قطع العلاقات الدبلوماسية إلى قطع العلاقات القنصلية حتما وبصورة آلية. نحن نعلم أن العلاقات الدبلوماسية تمثل موقفا سياسيا وتعني الاعتراف بالدولة، الاعتراف دول فيما بينها، فحينما تضطر الدولة إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة أخرى لسبب من الأسباب المعروفة دائما، حروب، موقف سياسي، تأزم علاقات إلى آخره، فإن هذا لا يعني حكما أو بصورة آلية قطع العلاقات القنصلية. لماذا؟ لأن العلاقات القنصلية بمثابة تقريب الإدارة من المواطنين الموجودين في الخارج، فإذا كانت الدولة قد اتخذت موقفا سياسيا من الدولة الأخرى فهذا لا يعني تضييع مصالح المواطنين في الخارج، هذا لا يعني عدم خدمة مواطنيها في الخارج. فلذلك مهما كانت العلاقات الدبلوماسية متوترة ومهما اندفعت إلى قطع العلاقات، فإن القانون الدولي يحفظ العلاقات القنصلية
في ظل تأزم العلاقات السياسية والدبلوماسية من أجل الحفاظ على مصالح الدولة ورعاياها بالخارج. إلى جانب ذلك، نصت المادة الرابعة على وجوب موافقة الدولة المضيفة على إنشاء مركز قنصلي فوق إقليمها. لا يمكن إنشاء مركز قنصلي في أراضي دولة الإقامة إلا بموافقة تلك الدولة. ثانياً، يحدد مقر البعثة القنصلية ودرجتها ودائرة اختصاصها القنصلي من قبل الدولة الموفدة بعد موافقة دولة الإقامة، وسنفصل في هذه الأمور لاحقا حتى لا نطيل في هذه الفقرة. يفهم من هاتين المادتين بمعنى المادة الثانية والمادة الرابعة أن الدولة التي توافق على إقامة علاقات دبلوماسية تكون قد وافقت كذلك على قيام البعثة الدبلوماسية بالوظائف القنصلية، ولذلك فإن ارتباط البعثة القنصلية بالبعثة الدبلوماسية يتخذ إحدى الصور التالية. هنا أرجو التركيز لأن مسائل جدا دقيقة. في حالة وجود التمثيل الدبلوماسي وقيام السفارة بالأعمال القنصلية، فلا حاجة لموافقة الدولة المستقبلة. بمعنى لدينا تم الاتفاق بين دولة ألف ودولة باء على خلق سفارة في الدولة باء تمثل الدولة ألف، فحينما تتفق الدولة الباء على استقبال هذه السفارة على أراضيها، فإن ذلك يعني بشكل مباشر الموافقة على قيام هذه السفارة، هذه البعثة بالأعمال القنصلية، فلا حاجة للحصول على موافقة من نوع ثاني بخصوص العمل القنصلي، لأن وجود البعثة الرسمية، البعثة الدبلوماسية يعني القيام بالعمل القنصلي. هذه الحالة لا تشكل أي لا تطرح أي إشكاليات. الحالة الثانية، في حالة عدم وجود التمثيل الدبلوماسي، نحن قلنا بسبب موقف سياسي معين أو بسبب تأزم العلاقات بين دولتين ينتفي الوجود الدبلوماسي إما من أساسه أو بسبقة على علاقات دبلوماسية. في هذه الحالة، من أجل خلق بعثة قنصلية في الخارج يجب على الدولة ألف أن تحصل على موافقة الدولة باء. هنا ضروري وإجباري الحصول على الموافقة، وإلا فلن توجد هناك تمثيلية قنصلية. الحالة الثالثة، في حالة وجود التمثيل الدبلوماسي ورغبة الدولة المرسلة بفتح قنصلية أو قنصليات مستقلة عن السفارة، وجب حصولها على موافقة الدولة المستقبلة. هنا نميز بين أمرين. حينما نتحدث الحالة الأولى، نتحدث عن بعثة دبلوماسية لها كيانها المادي وعنصرها البشري ووظائفها الدبلوماسية. نفس هذه البعثة تقوم بوظائف القنصلية، يعني من داخل السفارة. فمثلا نحن هنا في قطر، إذا أردت أن أحصل على وثيقة رسمية فإنني أقصد السفارة المغربية، ولا أقصد السفارة المغربية، لأن في داخل هذه السفارة توجد خدمات قنصلية، نفس المبنى ونفس البعثة، وليس قنصلية خارج عن البعثة الدبلوماسية. نفس الشيء بالنسبة للسفارة الكندية، إذا أردت مثلا الحصول على وثيقة رسمية من القنصلية الكندية، فإنني أقصد السفارة الكندية، لأنه في داخل السفارة توجد أيضا قسم مخصص بالعمل القنصلي. فبالتالي حينما يكون العمل القنصلي مدرج ضمن البعثة الدبلوماسية، لا يتطلب هذا الأمر الحصول على موافقة من الدولة المستقبلة. لكن إذا طلبت البعثة الدبلوماسية أن تفتح لها قنصليات أخرى في مدن أخرى بغض النظر عن البعثة الدبلوماسية، مقر البعثة الدبلوماسية، فإنه في هذه الحالة يستوجب حصول موافقة الدولة المرسل إليها، موافقتها على ذلك. لا يمكن فتح قنصليات أخرى إلا بإذن الدولة وحصولها على موافقة الدولة المستقبلة. أما بالنسبة لتأسيس مراكز قنصلية أخرى، بمعنى لدينا بعثة دبلوماسية
لدينا بعثة قنصلية، يعني مقر مادي مستقل، مقر مادي مستقل، وأرادت الدولة ألف أن تضيف قنصليات أخرى في مدن أخرى وفي ولايات أخرى. فعادة القنصلية عددها أكثر من البعثة الدبلوماسية. افتحوا بين قوسين، دائما البعثة الدبلوماسية مقرها العاصمة، مع بعض الاستثناءات رأيناها في المحاضرة السابقة خاصة بالفاتيكان وبهولندا، لكن القنصليات قد تجد أكثر من قنصلية. أعتقد عندنا في المملكة المغربية القنصليات المغربية الموجودة في فرنسا ربما 9 8 أو 9 ويزيد، وكذلك فرنسا القنصلية الفرنسية الموجودة في المغرب تزيد عن 8 أو 8 قنصليات، يعني تقارب عدد 10 أعتقد، العدد غير محدد غير دقيق. وكذلك في إسبانيا عدد القنصليات يزيد عن 7 أو 8 قنصليات في المغرب وكذلك في إسبانيا. فهذا يدل حينما يكون لدينا جالية كبيرة في دولة معينة، فإن هذه الجالية تتطلب قنصلية في كل مدينة توجد فيها هذه الجاليات. أيضا حين يكون هناك رواج اقتصادي وتجاري مهم بين الدولتين، فإن هذا الأمر أيضا يتطلب فتح قنصلية من أجل خدمة هذه المصالح ورعايتها. فبالتالي إذا أرادت البعثة الدولة ألف أن تفتح لها مقرات أو قنصليات أخرى، يعني قنصليتين 3 4 5 6 في مجموعة تراب الإقليم الدولة المستقبلة، فلا بد لها أيضا أن تحصل على موافقة الدولة في هذه الحالة. ثانيا، التمثيل القنصلي وإشكال الاعتراف بالدولة. من الناحية القانونية لا يوجد في القانون الدولي العام ما يحول دون إبرام علاقات قنصلية في غياب الاعتراف بالدولة الناشئة أو الحكومة الناشئة الجديدة. وفي هذا الإطار يوجد اتجاهان فقهيان متعارضان. الجميل في الأمر أن كل اتجاه له أسانيده المقنعة، ولكن في نهاية المطاف قد يميل أحدنا إلى اتجاه دون آخر. الاتجاه الأول يرى أن تبادل العلاقات القنصلية مع دولة ما هو بمثابة اعتراف فعلي بالدولة الجديدة أو بالحكومة الجديدة، ويعزز رأيه بمضمون المادة 12 من مسودة قانون العلاقات القنصلية التي أكدت في هذه المادة أنه إقامة علاقات قنصلية يعني بشكل مباشر أنه الاعتراف بالدولة وبحكومة هذه الدولة. لكن هناك رأي آخر معارض تماما لهذا المنطق ولهذا التحليل. على رأس هؤلاء المفكر الألماني أو الفقيه الألماني أوبنهايم، يرى أن كل إجراء أو فعل تقوم به الدولة ومنه قبول أو إرسال بعثة قنصلية لا يعني بحد ذاته اعترافا ما لم يكن مقترنا بالنية بالاعتراف. وهنا نرجع إلى أصل أي فعل قانوني، إنما النية هي المحدد الأساسي، النية هي المحدد الأساسي. نماذج من حالات واقعية في هذا الإطار، يعني هذا الاتجاه الفقهي الذي يعتبر أن ربط علاقات قنصلية مع دولة ما لا يعني اعتراف بهذه الدولة، يسردون عددا من النماذج الواقعية. مثلا لدينا مثال قبول الجمهورية العربية المتحدة بتأسيس قنصلية ألمانيا الديمقراطية في القاهرة عام 1959، مع التأكيد بصورة واضحة على أن قبولها هذا لا يعني مطلقا اعترافها بألمانيا الشرقية. الجمهورية العربية المتحدة هذا كان مصطلح يعني به الوحدة الكونفدرالية ما بين مصر وسوريا في ذلك الوقت. وفي ذلك الوقت تم إنشاء علاقات قنصلية لهذا لمصر وسوريا في ألمانيا الشرقية، وكتب في الاتفاقية أن هذا التبادل العلاقات القنصلية لا يعني اعتراف بألمانيا الشرقية نظرا للمواقف السياسية التي كانت محتدة في ذلك الوقت، خاصة في ظل الحرب الباردة بين المعسكر الشرقي والغربي. النموذج الثاني من هذه المعلقات أن الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا
عرف تأسيس عدة مراكز قنصلية في أقاليم دول أمريكا اللاتينية في فترة طويلة قبل الاعتراف بها كدول مستقلة ذات سيادة، من أجل دائما رعاية مصالح التجارية وحماية مواطنيها. بمعنى قبل الإقدام على خطوة الاعتراف السياسي بدولة معينة، تسبقها هذه الخطوات يعني لا تسبقها التمثيل القنصلي. يعني أنا حاليا ولظروف معينة ومحددة لا أعترف بهذه الدولة ولا أعترف بحكومة هذه الدولة، ولكن في نفس الوقت يجب علي أن كدولة أنا ملزمة برعاية مصالحي رعاياي ومواطني في هذه الدولة بقى. فإلى حين الاعتراف السياسي أنا الآن أقدم على ربط علاقات قنصلية دون أن يعني ذلك اعترافا سياسيا أو اعتراف بهذه الدولة. تأسيس مراكز قنصلية في الصين، أيضا الصين الشعبية والاتحاد السوفيتي شهد هذا النوع من الممارسة بشكل كبير جدا، دائما تحدثا خلال الحرب العالمية عفوا الباردة. شهد تأسيس مراكز قنصلية في الصين الشعبية والاتحاد السوفيتي من قبل بعض الدول خاصة الدول الغربية، رغم أنها لم تعترف بالصين الشعبية ولا بالاتحاد السوفيتي سابقا. وسبقت العلاقات القنصلية على العلاقات الدبلوماسية فيما بعد. أيضا نجد في مجموعة من اتفاقيات الدول العربية، نموذج ذلك دولة قطر حينما وقعت على اتفاقية العلاقات الدبلوماسية 63، وقد تم التوقيع والمصادقة عليها عام 1999 من طرف قطر، أدرجت في خانة التحفظات أن الانضمام إلى هذه الاتفاقية لا يعني بأي حال الاعتراف بإسرائيل. وهناك نماذج عربي دول عربية كثيرة نحت نفس المنحة. فإذا هذا النقاش الفقهي يدخلنا في متاهات الإشكالية السياسية بالاعتراف بالدولة بالحكومة الجديدة. فإذا كما خلص القول، هناك موقف يرى أن الاعتراف إقامة علاقات دبلوماسية لا يعني اعتراف بالدولة، ومن جانب آخر أن إقامة العلاقات القنصلية يعني الاعتراف بالدولة، لكن على ما يبدو أن الرأي الراجح أن ربط العلاقات القنصلية لا يعني أبدا الاعتراف بالدولة، وربما يمكن اعتباره خطوة مسبقة أو استباقية من أجل الاعتراف السياسي فيما بعد. ثالثا، تبادل البعثات القنصلية. يقصد بالبعثات القنصلية تلك البعثات التي تعهد تلك البعثات التي تعهد إليها الدولة المرسلة القيام بمهام إدارة العلاقات الاقتصادية والتجارية ورعاية شؤون مواطنيها لدى الدولة المرسلة إليها. ترتبط البعثة القنصلية مباشرة برئيس البعثة الدبلوماسية في الدولة المعتمد لديها، وفي حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية في الدولة المعتمد لديها فإنها ترتبط بوزير الخارجية مباشرة. بمعنى لدينا بعثة دبلوماسية ولدينا بعثة قنصلية، القنصل رئيس البعثة الدبلوماسية يكون تحت الإشراف المباشر للسفير لرئيس البعثة الدبلوماسية، وهنا قد يكون منصب السفير أو وزير مفوض أو قائم الأعمال كما رأينا في المحاضرة السابقة. المهم أنه يكون تابع لرئيس البعثة الدبلوماسية. في حالة انعدام تمثيل دبلوماسي فإن رئيس البعثة القنصلية ساعتها فقط وفي حالة استثنائية يرتبط مباشرة بوزير خارجية دولته. طيب الآن نتحدث عن تعيين القناصل. فيما يتعلق بتعيين القناصل، لا توجد في القانون الدولي العام نصوص محددة يخضع لها القنصل، بمعنى أن تعيين القنصل، وسنرى بأن لدينا مجموعة القناصل وليس قنصل واحد فقط، مجموعة من الدرجات. تعيين القناصل يخضع للوائح الوطنية الداخلية ولا يخضع للقانون الدولي القنصلي، بمعنى أن كل دولة على حدة لها قانونها الداخلي ولها لوائح التنظيمية الداخلية التي بناء عليها بمقتضاها يتم تعيين القناصل وفق شروط معينة وخصائص معينة. في هذا الإطار تنص المادة 19 الخاصة بتعيين موظف البعثة القنصلية على أنه يجوز للدولة المفيدة وفق الأحكام مواد 2 و22 عفوا 20 و22 و23 من الاتفاقية أن تعين بملء أو بملء حريتها موظفي بعثتها. الدولة
حرة، كامل حرية في تعيين موظفي البعثة. نتحدث هنا عن حرية مطلقة. لكن في مقابل ذلك فإن الدولة المستقبلة لها الحرية المطلقة أيضا في الاعتراض عن رئيس البعثة القنصلية أو أحد أفراد البعثة القنصلية. فإذا ما رأت بأن رئيس البعثة القنصلية لسبب من الأسباب، وغالبا لها علاقة بالمسائل الأمنية أو المواقف السياسية لهذا القنصل، إذا رأت بأن هذا القنصل يعتبر رئيس البعثة القنصلية لا يتوافق أو تحوم حوله شكوك معينة من نوع معين، فإنها تعلن أن هذا الشخص تحديدا هو شخص غير مرغوب فيه، بيرسونا نون غراتا. نفس الشيء بالنسبة لرئيس البعثة الدبلوماسية، بيرسونا نون غراتا. هذا الاعتراض عن شخصية القنصل قد يكون بمجرد تلقي اسمه، وبعد التحري عليه من طرف الجهاز الأمني تبين أنه سوابق أو أن له مواقف معينة فيتم التعبير عن عدم قبوله، أو قد يتم التعبير عن رفضه حتى وهو في طريقه إلى تسلم وظائفه في الدولة الموصل إليها، أو قد يتم التعبير عن رفضه خلال مزاولته لعمله. في هذه الحالة ربما يكون أداؤه غير مرضي، أو بدرت عنه بعض المخالفات أو التصرفات غير اللائقة، فتم اعتباره شخصا غير مرغوب فيه، بيرسونا نون غراتا. والاتفاقية أيضا تؤكد وترخص للدولة أنه من حقها أن لا تعبر عن الأسباب التي أدت إلى رفض هذا الشخص. فإذا نحن أمام حقين متناقضين، لا أقول متناقضين، متقابلين. حق الدولة المطلق في اختيار من تشاء من أعضاء البعثة القنصلية، وكذلك نفس الشيء ينطبق على البعثة الدبلوماسية، وحق الدولة المستقبلة أن تعترض عن شخص رئيس البعثة القنصلية وأحد أفراد البعثة القنصلية. هنا نميز بين أيضا عبارتين يجب أن ننتبه حينما نقرأ أي قاعدة قانونية، يجب أن ننتبه إلى العبارات المستعملة. بالنسبة لرئيس البعثة القنصلية نعبر عنه شخص غير مرغوب فيه، persona non grata، لكن بالنسبة لأحد أفراد القنصلية نعبر عنه شخصا غير مقبول، persona non accepta. واضح؟ طيب، عملية تعيين القنصل أو البعثة القنصلية تتم وفق بناء على وثيقتين رسميتين. الوثيقة الأولى تصدر عن الدولة المرسلة وتسمى كتاب التفويض القنصلي أو تبليغ التعيين، هذه مصطلحات مكتوبة في اتفاقية العلاقات القنصلية. بالنسبة لكتاب التفويض القنصلي، نصت عليه المادة 11 باتفاقية العلاقات القنصلية عام 63. بداية ال خلينا نشوف هكذا. طيب، يزود رئيس البعثة القنصلية من قبل الدولة الموفدة بوثيقة بشكل كتاب تفويض أو ما يشابهه، تثبت صفته وتبين كقاعدة عامة اسمه وشهرته، يعني شهر لقبه، فئته ودرجته والمنطقة القنصلية التابعة لها. ترسل الدولة المفيدة كتاب التفويض أو ما يشابهه بالطريق الدبلوماسي أو بأي طريق آخر مناسب إلى حكومة الدولة التي سيمارس رئيس البعثة القنصلية وظائفه في إقليمها. بإمكان الدولة المفيدة إذا وافقت الدولة المضيفة أن تستبدل بكتاب التفويض أو الوثيقة المشابهة تبليغاً يتضمن المعلومات الملحوظة في الاتفاقية الأولى. المهم، لاحظوا معي أننا استعملنا في المصطلح المستعمل هنا في الترجمة العربية مصطلح كتاب، وقد رأينا في المحاضرة الدبلوماسية بأن المصطلح المناسب للوثيقة الدبلوماسية دبلوما هو مصطلح كتاب،
لا يعني للدلالة على الوثيقة الرسمية التي يتم تداولها بين الهيئات العليا في الدولة من أجل تعيين شخص معين، وفي هذه الوثيقة الرسمية يتم تعبير أو وصف اسمه وجميع البيانات الخاصة به، البيانات الشخصية والبيانات الرسمية المهنية الرسمية. فلاحظوا معي أن نسخ كتاب يستعمل في الوثائق الآن في الاتفاقيات الدولية على أساس الوثيقة الرسمية. ما أريد قوله في طيب أقدر من حيث كنت من قبل رئيس الدولة. طيب أهم ما يمكن ما يجب الإشارة إليه أنه هذه إجازة قد يتم تقديمها من طرف رئيس الدولة، لكن هذه حالة استثنائية نادرا يعني مرتبطة بالظروف الاستثنائية النادرة، أيضا نراها لاحقا إن شاء الله. لكن أغلب الأحوال تصدر هذه الوثيقة عن وزير الخارجية، وهذا يعني أن التعيين وإجراءاته تخضع لقوانين وأنظمة وتقاليد الدولة المرسلة والمستقبلة وانسجام المصالح بينهما. الوثيقة الرسمية الثانية والأساسية من أجل تسلم أو القنصل لمهامه وصلاحياته هي الوثيقة المسماة الإجازة القنصلية، بمعنى أن الدولة المرسلة ترسل مع القنصل وثيقة تسمى كتاب التعيين، ولكي يسافر هذا القنصل ويغادر بدله من أجل ممارسة مهامه يجب أن يحصل على الإجازة القنصلية، بمعنى موافقة الدولة المستقبلة على استقباله على أراضيها، والوثيقة الرسمية التي تعبر على هذه الموافقة تسمى الإجازة القنصلية، وقد نصت عليها المادة 12 تحت عنوان الإجازة القنصلية. الفقرة الأولى تنص على ما يلي: يسمح لرئيس البعثة القنصلية بممارسة وظائفه بموجب ترخيص من الدولة المضيفة تدعى إجازة قنصلية مهما يكن شكل هذا الترخيص. مهما يكن شكل هذا الترخيص يحيلنا إلى الشرح التالي. عادة بالنسبة للبعثة الدبلوماسية فإن الرسالة تكون من طرف رئيس الدولة إلى رئيس الدولة المستقبلة، لكن بالنسبة للإجازة القنصلية المرسل إليه قد يكون موجه إلى رئيس الدولة كما قلنا في حالة استثنائية ونادرة جدا، قد تكون الإجازة القنصلية موجهة إلى وزير الخارجية، وأيضا يمكن أن تكون موجهة إلى شخص غير محدد، فيكتب في الإجازة القنصلية إلى من يهمه الأمر، ليس بالضرورة إلى رئيس الدولة أو وزير الخارجية. وقد يكتب أيضا في الإجازة القنصلية بشكل عام إلى كل من يطلع على هذه الوثيقة أو عليها، أو إلى كل من تقع بين يديه هذه الوثيقة، أو أنها بمعنى أن هذه الوثيقة لا توجه إلى أحد بالذات أو لشخص بالذات، المهم أن هذا القنصل قد توصل بالإجازة القنصلية وهذه الإجازة تسمح له بمباشرة ومزاولة مهامه وصلاحيته وكفى. ولذلك دائما حين نميز بين رئيس البعثة الدبلوماسية ورئيس البعثة القنصلية تعتبر هذه الجزئيات وهذه التفاصيل مهمة جدا لكي نعرف الفرق في التعيين بين الإطارين وبين الجانبين. رابعا، أنواع الموظفين القنصليين. حينما نميز بين أنواع الموظفين القنصليين بشكل عام فإننا نميز بين القنصل المسلكي والقنصل الفخري، وكلا القنصلين تم التطرق لهما باستفاضة في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية عام 1963. ما هو الفرق بين القنصل المسلكي والقنصل الفخري؟ كيف يمكن أن نميز بينهما؟ لم تتضمن اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية عام 1963 تعريفاً محدداً للقنصل المسلكي، ولكن السائد هو تعريف القنصل المسلكي وفق عدد من الخصائص. الله أكبر كبيرا، سبحان الله وأصيلا.
سمعت الأذان؟ سأختار للدقيقة الصوت لو سمحت. دكتور كريم، دقيقة لو سمحت. أذان صوت العشاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دكتور كريم، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. دكتور كريم تسمعني؟ ألو. طيب، أحب أن أتأكد إذا كان الصوت واضح. توقفت دقيقة بعد انتهاء أذان صلاة العشاء. نعم دكتور، الصوت واضح. طيب، شكرا، بارك الله فيك، شكرا. قلنا القنصل المسلكي لم يتم تحديده أو تعريفه المقصود أو مفهوم القنصل المسلكي، لكن هناك خصائص يتميز بها. القنصل المسلكي هو من الموظفين الرسميين، عفوا، من الموظفين في مشكلة. رئتك الصوت واضحة، وقع لي خلط. طيب، الصورة واضحة إن شاء الله. إيه، خلاص، أعتذر، وقع مشكل في الصور. طيب، أعيد الفكرة من جديد. بالنسبة للقنصل المسلكي، فإنه لم تتضمن اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية عام 63 تعريفا محددا للقنصل المسلكي أو من هو القنصل المسلكي، ولكن حددت مجموعة من خصائصه. من أهم هذه الخصائص حسب فقهاء القانون الدولي القنصلي أنه هم الموظفين الرسميين الذين تم تعيين أو الذين تعينهم الدولة المرسلة لممارسة العمل القنصلي على وجه التحديد لقاء أجر يدفع إليه لهذه الغاية. بمعنى هو مرسم رسميا، هو مرسم في وزارة الخارجية الخاصة بهذه الدولة. ثانيا، يحترف العمل القنصلي ولا يقوم بأي نشاط مهني في الدولة المضيفة يخرج عن وظائفه القنصلية. القنصل مهمته أو مهنته الأساسية هو العمل القنصلي، ولا يتقن عمل آخر أو يزاول عملا آخر، يعني إلى جانب عمله الرسمي. وهذا بخلاف القنصل الفخري كما سنرى لاحقا. يتلقى مرتبا منتظما من دولته وفقا لقوانينها وأنظمتها النافذة، ولا يبشر أي عمل آخر مدفوع الأجر غير عمل القنصلي داخل الدولة المضيفة.
يعني في الدولة المضيفة يمنع منع الكليين على القنصل وعلى الدبلوماسي أيضا أن يزاول أعمال أخرى من غير عمله الدبلوماسي الذي أو القنصلي الذي بسببه منح خولت له هذه الصلاحيات والمهام خارج أرض الوطن، يحمل جنسية دولته المفيدة له، غير أنه لا يوجد ما يمنع من تمتعه بجنسية الدولة الموفد إليها إذا وافقت هذه الأخيرة على ذلك، كما يحق لها أيضا قبول مواطن دولة ثالثة لممارسة العمل القنصلي باسم الدولة المفيدة، وهذا ما تقضي به المادة 22 من اتفاقية فيينا على العلاقات القنصلية، بمعنى أن القنصل يمكن أن يكون، وهذا هو الغالب، الغالب في الأمر، أن القنصل يكون يحمل جنسية دولته، ولكن لا يوجد أي مانع من أن يحمل هذا القنصل نفسه جنسية دولة أخرى أو جنسية دولة ثالثة، لا يوجد أي مشكل قانوني من هذه الناحية، ولكن سينعكس ذلك على الحصانات والامتيازات التي سيتمتع بها. فالحصانات التي يتمتع بها القنصل الذي يحمل فقط جنسية دولته مختلفة عن الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها القنصل الذي يحمل جنسية الدولة المستقبلة. ننتقل إلى النوع الثاني من القنصل وهو القنصل الفخري. القنصل الفخري هو كل شخص يعهد إليه القيام بمهمة قنصلية دون أن يتلقى راتبا منتظما من الدولة المفيدة له، وتجيز له هذه الدولة ممارسة نشاطات مكتسبة في الدولة المضيفة، بمعنى أن القنصل الفخري، وسنرى ذلك بالتفصيل، ليس بالضرورة أن يكون يحترف العمل القنصلي كما هو الشأن بالقنصل الرسمي أو المسلكي، إنما قد يكون شخصا يمارس أي عمل آخر من غير العمل القنصلي، ومع ذلك أوفدته الدولة ليباشر العمل القنصلي في دولة أخرى لعدد من الاعتبارات سنراها لاحقا. عادة لا يحترف القنصل الفخري العمل القنصلي كما قلت، ولا يتقاضى راتبا منتظما من طرف دولته، بمعنى أنه لا يتقاضى الأجر شهري كما هو شأن القنصل المسلكي، وإنما يقدم خدماته مجانا أو يقتطع نسبة معينة من العوائد والواردات القنصلية التي يحصل عليها جراء عمله، كما أنه ليس من الموظفين العموميين أو الرسميين للدولة المفيدة له، ولذلك لا يخضع لشروط التعيين الواجب توافرها في القنصل المسلكي، وإنما له قد تكون له مهن أخرى يمتهنها في حياته العملية، فقد يكون من فئة التجار أو من فئة رجال الأعمال أو من فئة المهنيين إلى آخره من المهن والوظائف الأخرى. وعادة ما تختاره دولته من الأشخاص المتمتعين بمكانة اجتماعية راقية أو مالية كي يتمكن من أداء دوره بسهولة ويسر. فعنصر الشهرة أو السمعة الطيبة أو أيضا المركز المالي لهذا الشخص عادة ما يكون محددا رئيسيا من بين محددات اختيار القنصل الفخري لدى في الدولة الأجنبية، كما أنه لا يشترط فيه أن يكون من موظفي الدولة المفيدة، بمعنى ليس شرطا أساسيا أن يكون القنصل الفخري من مواطني الدولة ألف، فقد يكون هو من مواطني دولة باء نفسها، الدولة الموفد إليها، المرسل إليها، وليس بالضرورة أن يكون من مواطني دولة ألف، وهذا ما يميز في الحقيقة الموظف، عفوا، القنصل الفخري عن القنصل المسلكي. كما أنه لا يتمتع بأي نوع من الحصانات التي تخول الاتفاقية للقنصل المسلكي ما عدا تلك المرتبطة بالمهام المنوطة به. فإذا كان العنصر القنصل الفخري لا يحمل جنسية الدولة المعتمدة له، يعني الدولة مرسلة، ولا يتقاضى أجرا من هذه الدولة، ولكنه في مقابل ذلك يحمل جنسية الدولة المرسل إليها،
الدولة المرسلة إليه، إذا هو يحمل جنسية نفس الدولة التي يقيم فيها، فإنه في هذا الحال يحمل نفس الحسنات، وحسناته ترتبط فقط بالعمل القنصلي الذي يقوم به، ما عدا ذلك من أعمال شخصية فهو لا يتمتع بأي حسنات أو أي امتيازات أخرى. في حين أنه يمكن أن تتفق الدولتين المرسلة والمعتمدة لديها أن تمنح حسنات أو امتيازات معينة للقنصل الفخري، ليس بالضرورة تلك الموجودة في اتفاقية العلاقات القنصلية، ولكن ربما يمكن في إطار العلاقات الحبية والتفاهم الودي ما بين الدولتين يمكن منح القنصل الفخري امتيازا معينا أو حسنة معينة. خامسا، درجات ومراتب القناصل. حسب اتفاقية العلاقات القنصلية عام 1963 حددت 4 أنواع ودرجات من القناصل، أهمها القنصل العام. ما الذي يميز القنصل العام عن باقي القناصل الآخرين؟ يتميز القنصل العام بترأسه قنصلية عامة تشرف على عدة مناطق قنصلية، وهذا يعني أنه يمارس صلاحياته على نطاق جغرافي واسع، بمعنى أنه عمله لا يقتصر على قنصليته التي يمثلها فقط، وإنما هو الذي يشرف على مجموع القناصل الموجودة في تلك الدولة. وكما قلت آنفا أنه خلافا للبعثة الدبلوماسية قد يوجد أكثر من قنصلية في الدولة الواحدة حسب العدد الجالية الموجودة، وحسب أيضا العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين. فبالتالي كون أن الدولة مستقبلة تتوفر على أكثر من قنصلية، قد تكون أكثر من 2، 3، 4، حتى 6 أو 7 أو 8، فإنه القنصل العام يكون مسؤولا على جميع هذه القنصليات، وبالتالي فهو يتمتع بسلطات إدارية وإشرافية واسعة على جميع الموظفين القنصليين الذين يعملون في المناطق القنصلية التابعة لاختصاصه، ويخضع القنصل العام لإشراف البعثة الدبلوماسية. وإذا لم يكن للدولة التي يمثلها بعثة دبلوماسية في الدولة المضيفة، فإنه يرتبط مباشرة كما قلت آنفا بوزير الخارجية. الدرجة الثانية هي القناصل وجمع قنصل. فكما قلت لي، لماذا نقول قناصل ولا نقول سفير فقط كما ذكرنا في البعثة الدبلوماسية لو لدينا أكثر من قنصل في دولة معينة؟ يعين القناصل للإشراف على مناطق قنصلية صغيرة أو للعمل في مقاطعات أو مدن أو مرافق لا تتطلب إنشاء بعثة قنصلية عامة. الضابط الأساسي في تسمية قنصل عام وقنصل عادي يتمثل في حجم العمل المطلوب منه، حجم العمل المطلوب من البعثة القنصلية القيام بها، وليس ثمة أي اختلاف يذكر بين من ناحية الصلاحيات والمهام والوظائف يذكر بين القنصل العام والقنصل العادي. ثم لدينا نواب القناصل، فلكل قنصل له نائبه، لكل قنصل له نائبه، قد يكون نائبا أو أكثر. هم معاونو ومساعدو القناصل العامين والقناصل العاديين بين قوسين، ويمارسون صلاحياتهم المنوطة به في حالة غيابهم، وقد يعينون وفقا للقوانين الداخلية الوطنية النافذة في بعض الدول من قبل القنصل العام أو القنصل شريطة موافقة الدولة الموفدة على ذلك. بمعنى قد لا يخضع تعيين نواب القناصل لوزارة الخارجية، وإن ربما قد يخضعون في تعيينهم للقنصل العام مباشرة أو القنصل العادي مباشرة. ونفس الأمر ينطبق على الوكلاء القنصليين. هؤلاء الوكلاء القنصليين يتمتعون طبعا بسمة الموظف القنصلي، ويجري تعيينهم عادة من طرف القنصل العام أو القنصل وبموافقة الدولة الموفدة لهم بطبيعة الحال، ولا يكونون خاضعين مباشرة للدولة الموفدة لهم، وهذا أمر طبيعي طالما أنه من المتعود أو من العادي أو من الجاري به العمل أن الوكلاء القنصليين يتم تعيينهم من طرف القنصل العام أو القنصل العادي، فهذا لا يعني أن يتم تعيينهم أو أن يخضعوا لإشراف وزير الخارجية مباشرة، وإنما يخضعون لإشراف هذا القنصل العام أو القنصل العادي. المحور الثالث، وظائف البعثة القنصلية.
وظائف البعثة القنصلية. حسب اتفاقية تل أفيف للعلاقات القنصلية 1969، حددت 12 وظيفة قنصلية مقارنة مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. المادة الثانية حددت 6 وظائف أساسية للبعثة الدبلوماسية، لكن البعثة الاتفاقية للعلاقات القنصلية حددت 12 وظيفة، لكن هذا التحديد لا يعتبر من قبيل الحصر، وإنما هو من قبيل المثال، وكل ما يندرج ضمن هذه الوظائف يمكن ممارسته من قبل البعثة القنصلية. كما ترون في هذه الصفحة، حاولت عملت سكرين شوت وحاولت أن أضعها لكم كما هي من الوثيقة. حماية مصالح الدولة المفيدة ومصالح رعاياها، تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولتين، التعرف بكل الوسائل المشروعة إلى الأحوال التجارية والاقتصادية والثقافية. لاحظوا معي أن الوسائل المشروعة هو نفس المصطلح الذي تم استعماله في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وقد كان لنا حديث مركز بخصوص هذه العبارة تحديدا، الوسائل المشروعة وما تطرحه من إشكالات قانونية وتقنية وأمنية بهذا الخصوص، خاصة في ظل التطور التقني والتكنولوجي. منح الجوازات ووثائق السفر لرعاية الدولة المفيدة، تقديم المساعدة والإعانة إلى رعاية الدولة المفيدة، حماية مصالح رعاية الدولة المفيدة، حماية مصالح الرعاية القاصرين. على كل حال تقريبا نفس العبارة تتكرر لكن بمعاني مختلفة، بمعاني مختلفة. فرغم أن المادة الخامسة من هذه الاتفاقية قد عددت مجموعة من الوظائف القنصلية لـ 12 وظيفة، فقد خوت الفقرة الأخيرة من نفس المادة القناصل القيام بأي عمل آخر كلفت به البعثة القنصلية من الدولة المفيدة شرط ألا يكون مخالفا لقوانين وأنظمة الدولة المضيفة. بمعنى أنه الاتفاقية قد ذكرت على سبيل المثال وليس الحصر 12 وظيفة تقوم بها القنصلية أو البعثة القنصلية، لكن هذا لا يعني أن هذه الوظائف هي كل ما هي مطالبة بها البعثة، إنما قد نضيف وظائف أخرى ومهام أخرى وصلاحيات أخرى حسب متطلبات واحتياجات البعثة في الدولة المضيفة، شرط أن تكون هذه الإضافات وهذه المهام ألا تتعارض وقوانين وأنظمة الدولة المضيفة. بشكل عام، فإن أهم ما يمكن استنتاجه من مضمون المادة الخامسة أن أهم محورين تدور حولهما وظائف البعثة القنصلية هي أولا رعاية وتنمية مصالح الدولة التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية، ثانيا رعاية مصالح وحقوق مواطني الدولة المرسلة. بمعنى وكأننا أمام مبدأ تقريب الإدارة من المواطن. نحن في أوطاننا، في بلدنا، في أي دولة على المستوى الداخلي دائما لدينا مبدأ شائع على مستوى القانون الإداري، اللي هو تقريب الإدارة من المواطن. فكما تقوم الدولة بتقريب الإدارة من المواطن على المستوى المحلي الوطني، فإنها تقوم كذلك على تقريب الإدارة من المواطن في بلاد الغربة أو في في الخارج، في البلاد الأجنبية. اللوائح الداخل الدولة هي التي تنظم كيفية تقديم المساعدات لمواطنيها من طرف قنصلياتها في الدولة المعتمد لديها، ولا يتدخل القانون الدولي القنصلي بهذا الخصوص، إنما كل ما له علاقة برعاية المواطنين، بحماية الرعاية، القوانين الوطنية الداخلية هي التي تحدد الشروط والآليات. أما القانون الدولي القنصلي فلا علاقة له، لا علاقة له بكيفية تنظيم وحماية المواطنين في الخارج. علاقة التقاطع أو التكامل بين الوظيفة الدبلوماسية والوظيفة القنصلية، عمدت أغلب الدول إلى توحيد السلك الدبلوماسي والقنصلي في إطار سلك خارجي واحد نظرا للتدخل بين الوظيفتين الدبلوماسي والقنصلي، الذي يرجع إلى العديد من الأسباب والدوافع. أولاً، كما قلنا ذكرنا آنفاً، خاصة في ستينيات القرن العشرين شاهدنا استقلال العديد من الدول، خاصة في القارة الإفريقية والقارة اللاتينية. هذا الاستقلال نتج عنه ظهور وبروز دول جديدة ودول كثيرة.
هذا البروز وظهور دول جديدة أدى إلى ظهور احتياجات ومتطلبات كثيرة لهذه الدول ولمواطني هذه الدول، وتزامن ذلك مع اعتماد اتفاقيتي العلاقات الدبلوماسية والعلاقات القنصلية. الله أكبر كبير وسبحانك الله. أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر كبير وسبحانك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد لله. قلنا السبب وراء دمج السلك الدبلوماسي بالقنصلية رجع إلى استقلال العديد من الدول خلال فترة الستينيات من القرن العشرين، وأيضا عدم قدرة الدول الإفريقية واللاتينية حديثة العهد الاستقلال على تحقيق تغطية شاملة لبعثتها الدبلوماسية والقنصلية لدى جميع الدول الأجنبية التي تربطها بها علاقات دبلوماسية وسياسية وعلاقة اعتراف متبادل وحسن جوار بسبب ارتفاع التكاليف المادية وقلة الكفاءات البشرية أيضا. ثالثا، دمج السلك القنصلي بالسلك الدبلوماسي، لأن بعض الوظائف تعتبر متداخلة بين السلكين، ولذلك نلاحظ في العديد من الحالات أن المبعوث الدبلوماسي يقوم بمهام القنصلي، وأيضا في حالات استثنائية أيضا يضطر المبعوث القنصلي إلى القيام بوظائف الدبلوماسي. على الرغم من التقاطع الحاصل بين البعثة الدبلوماسية والبعثة القنصلية في بعض المهام والصلاحيات، خاصة فيما يتعلق بحماية مصالح الدولة المرسلة ومواطنيها في الدولة المستقبلة، فإن الفرق في طبيعة أداء هذه المهمة تبدو واضحة بين البعثتين. بعض المراقبين والملاحظين يقولون لماذا نصت الاتفاقية العلاقات الدبلوماسية على حماية مصالح الدولة، مصالح الدولة ورعاية المواطنين، طالما أنه قد تم التطرق لهذه الوظيفة في العلاقات القنصلية في نفس الوظيفة مكررة في اتفاقية فيينا 61 واتفاقية فيينا لعام 63. الفرق هو أن الوظيفة القنصلية تختلف عن الوظيفة الدبلوماسية من حيث كون المبعوث القنصلي وإن كان ينوب رسميا عن دولته في مزاولة المهام والصلاحيات الموكلة إليه، فإنه لا يملك الصفة التمثيلية التي يمتلكها المبعوث الدبلوماسي، بمعنى أن القنصل لا يتخذ طابعا سياسيا كما هو حال المبعوث الدبلوماسي. أيضا القنصل حينما ينوب عن دولته فإنه ينوب من أجل خدمة مصالح الدولة ومصالح المواطنين في أمور محددة، ليس ذا الطابع السياسي، وإنما في الغالب هي ذا الطابع إداري وتجاري واقتصادي وثقافي إلى آخره من المجالات الأخرى، وهي شؤون يغلب على الطابع الإداري والاقتصادي، فلا شأن له كمبدأ عام بالمسائل السياسية أو بالعلاقات العامة بين دولته والدولة المفدي إليها. من جهة أخرى، قد يبدو أن هناك تداخلا وتقاطعا بين بعض الوظائف الدبلوماسية ونظرتها القنصلية كما أسلفت ذلك من قبل، فيما يتعلق بالعلاقات التجارية من طرف القناصل التي تتقاطع مع وظيفة الملحقين التجاريين في البعثة الدبلوماسية، إلا أن الأمر ليس كذلك. المهتمون بالمجال الدبلوماسي والقنصلي يفسرون هذا التقاطع بالتكامل وليس بالتقاطع. فالاهتمام الرئيسي يشرحون ذلك كالآتي: الاهتمام الرئيسي للملحقين التجاريين في البعثة الدبلوماسية ينصب على اقتراح أو مراقبة تنفيذ السياسة التجارية لدولهم. الملحق التجاري في السفارة مهامه ووظيفته مراقبة تنفيذ السياسة التجارية لدولهم والاتصال بالسلطات الحكومية المعنية بشؤون التجارة في الدولة المستقبلة وإجراء المفاوضات اللازمة لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية وحمايتها. أما القناصل فيناط بهم عادة الجوانب الإجرائية والتنفيذية التفصيلية،
مثل دراسة حالة البلد التجارية واستيعاب السوق المحلي وتهيئتها لاستيراد منتوجات الدولة المرسلة، دراسة المنافسة على السوق المحلية من قبل الدول الأخرى، العمل بكل الوسائل الواقعة ضمن حدود الوظيفة القنصلية على زيادة الطلب على بضائع ومنتوجات البلد وزيادة صادراته، إلى غير ذلك من الأنشطة والإجراءات التي تفيد الدولة ومواطني هذه الدولة. إذا فحينما نتحدث عن الملحق التجاري في السفارة الذي يقوم برعاية مصالح الدول التجارية، فإنه يقوم على مراقبة مدى تنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال. لكن حينما نتحدث عن القنصل التجاري ومدى ورعايته لمصالح الدولة في هذه النقطة بالتحديد، يعني تعزيز العلاقة التجارية بين الدولتين، فإنه يقوم بتنفيذ هذه الإجراءات والقيام بخدمة الدولة من الناحية الواقعية ومن الناحية التنفيذية. فإذا لا يوجد تقاطع أو تعارض، وإنما هو يوجد تكامل بين الوظيفتين، بين السفارة والقنصلية. أيضا فيما يتعلق بالحدود الجغرافية لممارسة الصلاحيات القنصلية من طرف البعثة الدبلوماسية، فإنه يمكن تحديد 3 حالات رئيسية. دائما في إطار التكامل بين البعثة الدبلوماسية والبعثة القنصلية، فإن لدينا مجموعة من الحالات يجب الانتباه إليها في إطار التكامل الوظيفي بين البعثتين. إذا لم يكن للدولة المعتمدة قنصليات لدى الدولة المعتمد لديها، فإن الصلاحيات القنصلية تشمل كافة أراضي الدولة المعتمد لديها. إذا لم يكن للدولة المعتمدة قنصليات، بمعنى طيب إذا لم يكن للدولة المعتمدة قنصليات لدى الدولة المعتمد لديها، فإن صلاحيات القنصلية تشمل كافة أراضي الدولة المعتمد لديها. في حالة غياب قنصلية معينة من لدولة ألف في دولة باء، فإنها في حالة إحداث أي قنصلية، مثل قنصلية واحدة فقط، فإن صلاحياتها تعم مجمل الإقليم الجغرافي لدولة باء من أجل تمثيل مصالح ورعاية مصالح الدولة ألف ورعاية الدولة ألف. إذا كان للدولة المعتمدة قنصليات في الدولة المضيفة، فإن البعثة الدبلوماسية تحصر صلاحياتها في المناطق التي لا تشملها صلاحيات هذه القنصليات. بمعنى إذا كان للدولة المعتمدة قنصليات في الدولة المضيفة، لنقول لدينا مجموعة من المدن فيها عدد من القنصليات، هذه القنصليات إشرافها يكون على مستوى هذه المدن التي توجد فيها هذه القنصليات. أما المدن التي لا توجد فيها قنصليات، فإن السفارة هي التي تتكلف برعاية مصالح المواطنين في المناطق التي لا توجد فيها قنصليات. أعلم أن الأمر فيه نوع من الإبهام، أرجو فقط التركيز وتتوضح الأمور فيما بعد. الحالة الثالثة، إذا كان للدولة المعتمدة قنصليات تشمل صلاحياتها جميع أراضي الدولة المضيفة، فلا تمارس البعثات الدبلوماسية مهام القنصلية. إذا كان للدولة المعتمدة قنصليات تشمل جميع التراب الوطني الإقليمي في دولة آباء، فإنه في هذه الحالة البعثة الدبلوماسية تكون غير مطالبة بممارسة أي نوع من العمل القنصلي، وتكتفي فقط بممارسة العمل الدبلوماسي. في جميع الأحوال يحق لدولة المقر، بما الدولة المرسلة إليها، استناداً إلى سيادتها وسلطتها على أراضيها، الاعتراض على إنشاء مركز قنصلي لدولة معينة في مدينة محددة، كما يحق لها، وهذه مسألة مهمة جداً يجب الانتباه إليها، يحق لها استبعاد مدينة أو منطقة معينة من دائرة الاختصاص القنصلي لتلك الدولة، ما لم يكن هناك اتفاق خاص بين الطرفين. بمعنى أنه أي دولة توجد هناك مناطق محددة أو مدن محددة لا ينبغي
للبعثات الأجنبية، سواء كانت بعثة قنصلية أو بعثة دبلوماسية، أن تستقر فيها وتزول فيها مهامها الدبلوماسية ومهامها القنصلية، وهذا ينتج ضمن الأمن العام الوطني للدولة، وهذا يدخل أيضا ضمن سيادتها الوطنية، ويحق لها كامل الأحقية في أن ترفض أو أن تمتنع عن أن تقيم دولة أجنبية سفارتها أو قنصليتها في هذه المنطقة المحددة يعني المدرجة ضمن لائحة المدن أو الأقاليم التي لا يجب أن تطأها البعثات الأجنبية. حينما نتحدث دائما في إطار التكامل الدبلوماسي والقنصلي، فإننا نميز بين صفتين أو لقبين أو منصبين. لدينا صفة الدبلوماسي القنصل، ومن خلال هذه العبارة أو اللقب نفهم المعنى المقصود من ذلك، بمعنى لدينا دبلوماسي السفير، رئيس بعثة دبلوماسية، سفير أو مستشار أو مستشار أو سكرتير أول حسب الظروف والأحوال، يمارس مهاما أو وظيفة قنصلية. بمعنى قد تضم البعثة الدبلوماسية بعثة قنصلية كما رأينا، وهذه من بديهيات عند إنشاء أي بعثة دبلوماسية. يرأسها دبلوماسيون يحملون ألقابا قنصلية، كأن يتم تعيين مستشار البعثة قنصلا عاما. كما رأينا سابقا في المحاضرة السابقة أنواع أو أعضاء البعثة الدبلوماسية، إلى جانب رئيس البعثة لدينا رئيس البعثة الدبلوماسية، سفير أو وزير مفوض أو قائم بالأعمال، إلى جانب رئيس البعثة لدينا مستشار، ولدينا سكرتير أول، سكرتير ثاني، سكرتير ثالث، وملحق دبلوماسي. في حالة وظيفة الدبلوماسي القنصل، قد يكون المستشار أو السكرتير الأول هو الذي يتقلد منصب القنصل العام أو القنصل. واضح؟ فكما رأينا أمام ظروف معينة أو حالات معينة، قد يضطر الدبلوماسي إلى تبني أو إلى مزاولة وظائف والمهام القنصلية. كما قد تحتوي البعثة على قسم قنصلي يرأسه دبلوماسي يعرف عادة بالقائم بالأعمال القنصلية كما ذكرنا سابقا. نفس البعثة الدبلوماسية المادية، نفس البعثة تتضمن في داخلها قسما خاصا بالقنصل. القائم على الأعمال القنصلية يسمى قد يكون هو نفسه المستشار الدبلوماسي في البعثة الدبلوماسية، هو نفسه الذي يحمل لقب القنصل العام أو القنصل. السؤال الذي يطرح في هذه الحالة، هل يحافظ الدبلوماسي على حصانته الدبلوماسية في حالة توليه مهاما قنصلية؟ هو هذا السؤال. في حالة تولي الدبلوماسي مهام ووظائف قنصلية، هل يحافظ على جميع حصاناته وامتيازاته المخولة له بموجب منصبه الدبلوماسي؟ بموجب المادة الثالثة من اتفاقية فيينا 61 والمادة 70 من اتفاقية العلاقات القنصلية 63 المشير إليها آنفا، فإن المبعوث الدبلوماسي خلال توليه وظائف قنصلية لا تنزع عنه صفته الدبلوماسية، بل إنه يظل محتفظا بهذه الصفة خلال مزاولته العمل القنصلي. وكونه يحافظ على صفة الدبلوماسية فهذا يعني أنه يحافظ أيضا على حصانته وامتيازاته الدبلوماسية كاملة ما لم تعترض الدولة المضيفة على ذلك. وهذا ما نصت عليه الفقرة 4 من المادة 15 من اتفاق العلاقات القنصلية التي تنص على التالي: عندما يعين في الحالات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أحد الموظفين الدبلوماسيين في البعثة الدبلوماسية للدولة المفيدة لدى الدولة المضيفة رئيسا بالنيابة للبعثة القنصلية، يستمر بالتمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية ما لم تعترض الدولة على خلاف ذلك. لكن الأمر يختلف تماما بالنسبة للقنصل الدبلوماسي. خولت عفوا اتفاق العلاقات القنصلية 63 الموظفين القنصليين حق ممارسة العمل الدبلوماسي بمقتضى المادة 17 تحت عنوان
تأدية الموظفين القنصليين الأعمال الدبلوماسية في حالات ثلاثة أساسية، شرط أن يتم ذلك بموافقة الدولة المضيفة ودون أن يؤثر ذلك في وضعه القنصلي. لاحظوا دائما في أي إجراء حين تقدم الدولة ألف على أي إجراء أو أي تغيير أو أي إضافة، لا بد أن تحصل على موافقة الدولة المضيفة، ولا بد أن تخبر بذلك قبلا وتحصل على موافقتها بعدا حتى تتم إقرار هذه الصلاحيات والوظائف. في الحالة أولا، في الحالة التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي مباشر للدولة المفيدة لدى الدولة الموفد لديها، كما قلنا سابقا هناك حالة استثنائية يضطر فيها القنصل أن يتقمص أو يتقلد عفوا وظائف الدبلوماسي. يعني من بديهيات أن الدبلوماسي يقوم بالوظائف القنصلي، لكن من حالات الاستثناء أن يقوم القنصلي بوظائف الدبلوماسي. وبين هذه الحالات هي الحالة التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي، يعني لا يوجد هناك علاقة دبلوماسية أو اعتراف سياسي متبادل بين الدولتين، ولكن رغم ذلك هناك تمثيل قنصلي بين الدولتين من أجل حماية ورعاية مصالح الدولتين ورعاياها. أو في حالة عدم وجود تمثيل عن طريق دولة ثالثة، بمعنى هناك انعدام تمثيل دبلوماسي بين الدولتين، وهناك انعدام أيضا رعاية. رأينا نحن في المحاضرة السابقة الفرق بين الحماية الدبلوماسية والرعاية الدبلوماسية أو الحماية الدبلوماسية المفوضة. أرجو أن تتذكر هذه المصطلحات وهذه العبارات لأنها من الأهمية بمكان، ستجدون تتكرر أيضا حتى في هذه التقاطع الوظائف الدبلوماسية القنصلية. إذا في حالة انعدام تمثيل دبلوماسي، في حالة انعدام الرعاية الدبلوماسية من طرف دولة ثالثة، هنا يقوم القنصل بمهام وظائف الدبلوماسي طبعا بشكل مؤقت وليس بشكل دائم. الحالة الثالثة، في الحالات التي تكلف فيها الدولة المفيدة أحد أعضائها القنصليين لتمثيلها لدى منظمة دولية. قلنا في بداية المحاضرة أن التمثيل القنصلي يكون حصرا بين دولة ودولة مماثلة، لكن لا يكون أبدا بين دولة ومنظمة دولية. رغم ذلك فنلاحظ في إطار التكامل والتقاطع بين العمل القنصلي والعمل الدبلوماسي أنه في حالة إذا لم يكن هناك أي بد من أجل تمثيل الدولة لدى منظمة دولية، فيحق أو يمكن لقنصل ما تختاره دولته لكي يمثل دولته الأم لدى المنظمة الدولية. وهذه الحالة تحديدا، الحالة الثالثة، تطرح العديد من الإشكاليات القانونية سواء على مستوى المنظمة أو على مستوى الحصانات أو على مستوى دولة المقر. والقيام بمثل هذه الأعمال من قبل موظف قنصلي لا يمنحه أي امتيازات أو حصانات دبلوماسية، باستثناء في حالة تمثيل دولته أمام منظمة دولية. بمعنى أن في الحالة القنصل التي يتقل في الحالة التي يتقلد فيها القنصل مهام وصلاحيات ووظائف الدبلوماسي، لا يستفيد من نفس حصانات وامتيازات الدبلوماسي إلا في الحالة الوحيدة التي يمثل فيها بلده لدى المنظمة الدولية، فإنه في الحالة الوحيدة فقط التي يتمتع فيها بصلاحيات وامتيازات القنصل. طيب، تقريبا نفس الكلام. قلت بأنه فعلا حينما يتقلد القنصل مهام الدبلوماسي تطرح العديد من الإشكاليات القانونية خاصة على مستوى الحصانات، وقد حاولت أن أذكر بعض الحالات المعروفة في الكتابات القنصلية في تاريخ القنصلية. لدينا حالة تسمى إنجلك أند موسمان، وهذه حالة قانونية موجودة، يعني كيس ريبورت أخذته حتى من الـ من الـ من 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 المادة القانونية، من مصدرها القانوني عفوا، وهي حالة القنصل الألماني أمام حاكم القضاء البريطاني. رفضت المحكمة البريطانية بلندن منح المدعى عليه هو القنصل الألماني الذي يشتغل بالسفارة الألمانية في لندن. لاحظوا معي، قنصل ألماني يشتغل بالسفارة الألمانية في لندن، رفضت المحكمة البريطانية منحه الحصانة القضائية. رأيتم؟ القنصل حينما يتقلد وظائف دبلوماسي لا يستفيد بالحصانة دائما.
رفض منحه الحاسة القضائية على الرغم من إثبات صفته كسكرتير قنصلي في السفارة الألمانية في لندن عن طريق إبراز إجازته، رخصة الإجازة الصادرة عن قائم الأعمال الألماني في لندن، وإفادة من وزارة الخارجية البريطانية تثبت إدراجه ضمن اللائحة الدبلوماسية رغم جميع الوثائق الرسمية من بلده، إلا أن المحكمة، محكمة بريطانيا، رفضت منحه الحصانة. لماذا؟ اعتمادا على حيثية مهمة جدا، من بين أهم هذه الحيثيات أنه أن المحكمة أقرت بأنه، اسمحوا لي، اعتبرت المحكمة أن الحصانة الدبلوماسية تتطلب قيام الموظف بأعمال دبلوماسية كافية، لا الاكتفاء بالقيام ببعض المهام الدبلوماسية في الوقت الذي يكون فيه العمل القنصلي هو عمله الأساسي. لاحظوا معي بأن في هذه القضية المسجلة في القضاء البريطاني، قد رفض فعلا القضاء البريطاني منح الحصانة للقنصل الألماني بناء على أنه لا يزاول العمل الدبلوماسي بشكل رسمي ودائم، وإنما أنه عمله الرسمي هو العمل القنصلي، بالتالي لا يحق له التمتع بالحصانة الدبلوماسية. أيضا من بين الأحداث أو الوقائع القانونية التي أيضا تسجل في الإطار، قامت إحدى الأميرات تدعى زيزيانوف برفع دعوى قضائية ضد قنصل الولايات المتحدة الأمريكية في باريس، متهمة إياه بالحط من قدرها وتشويه سمعتها، وكان القنصل الأمريكي قد رفض منحها تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وسرب معلومات إلى الصحافة الفرنسية تهمها بأنها جاسوسة عالمية. طبعا هذه الأميرة رفعت دعوى قضائية على هذا القنصل متهمة إياه بالحط من قدرها، فرفض القنصل هذه الدعوة على اعتبار بأن المحاكم الفرنسية ليس لها اختصاص على القنصل الأمريكي، واستند في ادعائه على القواعد العامة للقانون الدولي التي أكدتها الاتفاق الثنائي مبرمة آنذاك بين فرنسا وأمريكا. لكن المحكمة رفضت ادعاء القنصل بعدم اختصاصها وأصدرت حكمها وفق المنطوق الآتي: لو أن الأمر يتعلق برفض القنصل منح تأشيرة الدخول للمدعية لما كان للمحكمة اختصاص في نظري الدعوة، إذا تتفق مع المدعى عليه في جزء من موقفه ورأيه، لأن رفض إصدار تأشيرة الدخول هو من مقتضيات ممارسة الوظيفة القنصلية، لكن القنصل متهم بإمداد المراسلين الصحفيين بمعلومات فيها حط من قدر المدعية وتشويه سمعتها، وهذا عمل لا يدخل ضمن العمل القنصلي أو الوظيفة القنصلية، وبالتالي لا يعفى القنصل من الخضوع للاختصاص القضائي للمحاكم الفرنسية. وقد أيدت محكمة الاستئناف والتمييز الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى، بمعنى أنه الأعمال التي تندرج ضمن الإطار الرسمي والوظيفة الرسمية للعمل القنصلي يحظى بالحصانة القضائية، لكن ما دون ذلك من أعمال وتصريحات وأقوال التي لا تندرج ضمن الوظيفة القنصلية فإنها تعفى أو تسحب منها وترفع منها الحصانة القنصلية. وهذه نماذج واقعية ورسمية من القضاء الأمريكي والبريطاني والفرنسي. أيضا هناك حالة القنصل البريطاني أمام محاكم القضاء الفرنسي، وهذه القضية من الأهمية بمكان، تعكس إلى جانب إشكالية التمييز بين الوظيفة القنصلية والوظيفة الدبلوماسية التي يمارسها القنصل الدبلوماسي، تعكس إشكالية أخرى تتمثل في تحديد معيار التمييز بين الأعمال التي تقع ضمن ممارسة الوظائف القنصلية ذاتها والأعمال التي ليس لها علاقة بتأدية الوظائف القنصلية في إطار الحصانة القضائية. نموذج ذلك: في عام 1900 رفع مواطن إنجليزي مقيم في إحدى مقاطعات فرنسا الدعوى على قنصل دولته في تلك المقاطعة متهما إياه أيضا بتحقيره
والحط من قدره، لأنه وصفه بالسكير أمام جمع من الشهود وفي مقر عمله في القنصلية البريطانية. لكن المحكمة الفرنسية ردت دعواه بحجة عدم اختصاصها للنظر في الدعوة، لأن القنصل البريطاني كان قد تصرف كذلك أثناء أدائه واجباته الرسمية وفي إطار مقر عمله الرسمي داخل القنصلية، وبالتالي فإن القنصل لا يخضع للاختصاص القضائي للمحاكم الفرنسية. وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية لأسباب لنفس الأسباب والحيثيات. الغريب في هذه القضية هو أن نفس المدعي ونفس المدعى عليه ونفس موضوع القضية ونفس القضاء قد تكرر، لكن هذه المرة حصل المدعي على حقه من المدعى عليه. بعد مدة قصيرة أقام نفس الشخص دعوى قضائية على نفس القنصل، متهما إياه بأنه كتب رسالة بأنه كتب رسالة إلى محرر جريدة تايمز اللندنية ونشرتها صحيفة فرنسية. أقول بعد مدة قصيرة قام نفس الشخص دعوى قضائية على نفس القنصل، متهما إياه بأنه كتب رسالة إلى محرر جريدة تايمز اللندنية ونشرتها صحيفة فرنسية في المقاطعة التي يقيم فيها هذا الشخص، فيها حط من قدره وتحقير لشخصه. في هذه الحالة قبلت المحكمة الفرنسية قضية المدعي وأصدرت حكمها ضد القنصل باعتبار الرسالة التي كتبها القنصل لا تندرج ضمن وظيفته القنصلية، باعتبار الرسالة التي كتبها تعبر عن موقف شخصي وعن تصرف شخصي ولغرض شخصي لا علاقة له بمهمته ووظيفته الرسمية. أي أن القنصل حينما كتب رسالة تشهير لدى المواطن الذي اشتكى عليه كتب باعتباره شخصي وليس باعتباره قنصلا، فحكمت المحكمة ضده ورفعت الحصانة عليه، الحصانة القنصلية عليه، وخضع للولاية القضائية. دكتور كريم، أرى بعض المسجات، هل أوشكنا على الانتهاء؟ دكتور كريم؟ عفوا دكتورة، لدينا تقريبا 20 دقيقة لكي تنتهي الحصة، ويعني هذا من كرمكم، يعني بطبيعة الحال إذا كنتم ترغبون في أن تشركوا الأسئلة ضمن محاور الحصة، لا يوجد إذا كان بالعكس، الحصة بطبيعة الحال. بكل فرح دكتور كريم، بكل فرح، بالعكس بكل فرح. إذا كانت لديكم أي أسئلة أرجو منكم فقط الصبر، قليل من الصبر. أعلم أن المادة فيها الكثير من المعلومات دقيقة جدا، تتطلب الكثير من التركيز من أجل استيعابها، فنترك الأسئلة في آخر الحصة دكتور كريم، وأنا مستعدة للإجابة عن جميع الاستراحات بكل والأسئلة. سرور، بكل سرور، على أن يتم كتابة الأسئلة، لأننا ملزمون بحصة أخرى في إطار أنشطة المركز على الساعة 6 مساء، لذلك فأعتقد أنه توضع الأسئلة كتابة وهكذا يتم الإجابة بطريقة مكتوبة. شكرا طيب دكتور. كريم، متى وصل الوقت أو أدركنا الوقت؟ أرجو فقط أن تنبهي لذلك، لأنني حين أستغرق بالشرح أنسى التوقيت، ما فيها فأعتذر بأس، عنك. نترك لل10 دقائق الأخيرة دكتور. حاضر، فقط ذكرني دكتور كريم، الله يرضى عليك. طيب ننتقل الآن إلى الحصانات والامتيازات القنصلية. دائما نقول بأن الحصانات الدبلوماسية تختلف عن الحصانات القنصلية. السبب في ذلك أن على الرغم من أن عمل القنصل هو ذو صفة عمومية، فهو يخدم بلده ويخدم مصلحة بلده ومواطني بلده، لكن هناك عنصر هام يميز العملين الدبلوماسي والقنصلي، ألا وهي الصفة التمثيلية للدولة. وعلى هذا الأساس يمكن القول بصورة عامة أن القناصل يتمتعون بحصانة نسبية في الأمور ذات الصلة بعملهم الرسمي، أما ما دون ذلك عملهم الشخصي فإنه لا يتمتع بأي صفة أو بأي حصانة نهائيا، خلافا للدبلوماسي يتمتع بالحصانة الرسمية والشخصية. تبنى اتفاق العلاقات القنصلية عام 63 نفس الإطار النظري الذي تبنته جميع اتفاقيات القانون الدبلوماسي القائم على مفهوم الوظيفي للحصانة الدبلوماسية والقنصلية، وهذا ما أكدت عليه الديباجة الاتفاقية حينما قالت أن الهدف من هذه الامتيازات والحصانات ليس تفضيل الأفراد بل لتأمين إنجاز مهامهم بشكل ناجح
في المراكز القنصلية باسم دولة كل منها. طيب، فيما يتعلق بحرمة البعثة الدبلوماسية، حرمة الدور القنصلية، تطرقنا في المحاضرة السابقة على الحرمة المطلقة لدور أو لدار البعثة، عفوا، البعثة الدبلوماسية. الأمر نفسه ينطبق على البعثة القنصلية، لكن مع فارق الجوهري سنراه الآن. تكون حرمة الدور القنصلي، لاحظ معي، ليس الدار، الدور القنصلي، بمعنى لدينا قنصليات كثيرة وبالتالي لدينا مقرات كثيرة. تكون حرمة الدور القنصلي مصونة وفقا لأحكام هذه المادة. مبدئيا لدينا حصانة وحرمة للبعثة، مقر عفوا البعثة القنصلية، لكن هذه الحرمة وهذه الحصانة مرتبطة بأداء هذا المقر بأداء بوظائف البعثة، بوظائف القنصلية حصرا، بمعنى أنه إذا ثبت بأن هذه البعثة، هذا المقر، يمارس أعمال أخرى من غير الأعمال القنصلية، هنا تنعكس الآية فتفقد البعثة حصانتها وحرمتها. وذلك وفق الفقرة الثانية التي سأقرأها الآن، لا يجوز لسلطات الدولة المضيفة دخول القسم المخصص فقط للأعمال القنصلية من البعثة إلا بموافقة رئيسها أو ممثلها، وتعتبر بحكم هذه الموافقة حالات الحريق والكوارث الطبيعية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات الوقائية السريعة. هذا جانب آخر أو زاوية أخرى من عدم إطلاقية الحصانة. فإذا رجعنا لحصانة البعثة الدبلوماسية، سنجد أنها حصانة مطلقة مع بعض الاختلافات في آراء الفقهاء حول مدى إطلاقية الحصانة. لكن بالنسبة للبعثة القنصلية، أي نعم تتمتع بالحصانة لكنها نسبية، نسبية بمعنى أنها تخضع في حالة يعني طرأ طارئ وأرادت سلطات الدولة المضيفة أن تدخل مقر قنصلية، لا يمكن الدخول إلا بإذن رئيس البعثة القنصلية وموافقته. أولاً يجب الحصول على الإذن. ثانياً، في إذا وقعت حالات استثنائية كالحريق، الكوارث الطبيعية، الزلازل، فإنه يجب على الدولة المستقبلة أن تتدخل من أجل حماية ما يمكن حمايته ورعاية ما يمكن رعايته في ظل الاستثناءات. لكن البحث الدبلوماسي حتى لو وقعت هذه الأمور، لا يحق السلطات دخول بعثة دبلوماسية إلا بإذن الرئيس البعثة، وغالبا ما لا يعبر عنها الإذن أو لا يصدر إذن بذلك، على اعتبار أن البعثة تعتبر وجه الدولة المرسلة بعد سيادة الدولة. لكن الأمر يختلف بالنسبة للقنصلية. ثالثا، عمل بإحكام الفقرة الثانية من هذه المادة يجب. طيب، في مقابل ذلك، يعني في الوقت الذي أو بالموازاة مع ذلك، في الوقت تتميز فيه دور البعثة بالحصانة، فإن الدولة المستقبلة مطالبة قانونيا بحماية هذه الدار وتوفير جميع الإجراءات اللازمة لحماية الدار القنصلية وعدم الاعتداء عليها أو الإضرار بها وتفادي كل ما يمكن أن ينال من كرامة البعثة القنصلية. رابعا، تكون الدور القنصلية موجوداتها ممتلكاتها وممتلكات البعثة ووسائل نقلها محصنة ضد أي نوع من أنواع المصادرة المؤقتة. وهنا نميز بين ما يسمى بوضع اليد. الدولة حينما تصدر قرارا بوضع يدها على ملكية معينة، هنا في حالة القنصلية، فإن القنصلية تكون محصنة، لها حرمتها وحصنتها، بمعنى لا يمكن لأي دولة أن تضع يدها أو أن تصادر العقار الذي يوجد فيه البعثة الذي العقار الذي يوجد فيه البعثة القنصلية لاستعمال مؤقت. لماذا؟ لأن الاستعمال المؤقت أو المصادرة المؤقتة فيه عرقلة لوظائف ومهام القنصلية. لكن الأمر يختلف فيما يتعلق بالاستملاك.
الاستملاك، وهو أنه تحويل من ناحية قانونية، يعني تحويل هذا العقار إلى المنفعة العامة للدولة المضيفة لأسباب عديدة، قد تكون أسباب أمنية، قد تكون أسباب لوجستيكية، قد تكون لسبب المصلحة العامة للدولة. فقد يكون هذا العقار، العقار الذي يوجد فيه القنصلية، يحتل مكانا ومن أهمية بمكان بالنسبة للدولة الدولة المستقبلة، فتصدر قرارا باستملاك هذا العقار على وجه الدوام وليس على وجه المؤقت. في هذه الحالة يحق للدولة أن تستملك هذا العقار، لكن شرطة أن تعوض القنصلية حالا وأن تختار لها مكان آخر تقيم فيه القنصلية. فإذا هذه كلها زوايا تبين بأن العقار أو المقر البعثة القنصلية نعم يتمتع بالحصانة، لكن تظل حصانة نسبية فقط ولا تصل إلى درجة حصانة البعثة عفوا البعثة الدبلوماسية. هنا اختلاف القانون الدولي حول مدى حرمة المباني القنصلية، تطرقت له يعني تقريبا نفس الحديث. هذه فقط تتحدث عن الامتيازات التي يتمتع بها العقار، عقار البعثة القنصلية. الامتياز يعني الإعفاء من الضرائب والإعفاء من جميع، سواء كانت الضرائب الوطنية أو الضرائب البلدية، فالقنصلية معفاة من هذه الضرائب في إطار الامتيازات المالية، لكنها غير معفاة من الخدمات التي تقدم لهذا المقر من قبيل الكهرباء والماء أقصد الخدمات الأخرى تقدم لجميع أنواع العقارات. على كل حال داعي أن نطيل في هذه الفقرة. طيب ننتقل الحقيبة القنصلية. دائما الحقيبة كما كان الشأن بالنسبة للحقيبة الدبلوماسية هي ذات نقاش كبير جدا وجدي. تنص المادة 35 في فقرة الثالثة على أنه لا يجوز فتح الحقيبة القنصلية ولا احتجازها، لا يجوز فتح الحقيبة القنصلية ولا احتجازها. أما إذا كان لدى السلطات المختصة في الدولة المضيفة أسباب جدية تدعو للاعتقاد أن الحقيبة تحتوي على غير المراسلات والوثائق والمواد المشار إليها في الفقرة 4 من هذه المادة، فإنها يحق لها أن تطلب فتح الحقيبة بحضورها من قبل ممثل مفوض عن الدولة المفيدة. وإذا رفضت سلطات الدولة الموفدة إجابة هذا الطلب، فيحق للدولة المضيفة إعادة الحقيبة إلى محل مصدرها. سؤال: هل تعتبر الحقيبة القنصلية محصنة، حصانة مطلقة أم نسبية؟ إذا تذكرنا أعتقد نعم الفقرة الثالثة من المادة 27 الخاصة بالحقيبة الدبلوماسية، هناك عبارة وحيدة فقط من 5 كلمات ربما: لا يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية أو حجزها، هكذا مطلقة. ولذلك يستنتج منها أن الحقيبة الدبلوماسية هي حصانة مطلقة بالتمام والكمال. لكن في الحقيبة القنصلية نعم تتمتع بالحصانة، لكن في إطارها الرسمي، استخدامها الرسمي، فلا يجوز فتح الحقيبة القنصلية ولا احتجازها. لكن متى ثبت أو كانت أو حامت شكوك لدى السلطات الدولة المستقبلة بأن هذه الحقيبة فيها أمر ما غير عادي أو خارج إطار الاستعانة الرسمي، فإنه يحق للدولة المستقبلة أن تطالب البعثة القنصلية بفتح موفد عن أو ممثل أو نائب عن القنصلية بفتح هذه الحقيبة. إذا رفضت القنصلية رفض الحقيبة، فإنها ترجع يتم إرجاعها إلى المصدر الذي جاءت منه. نعم دكتور كريم. أعتقد أننا نفتح المجال للإجابة عن السؤال الأول دكتورة. هل أي سؤال؟ القنصل الدبلوماسي هو نفسه القائم بالأعمال للسفارة؟ هل القنصل الدبلوماسي هو هو نفسه؟ نفسه القائم
بالأعمال للسفارة. هنا نميز، لا القنصل الدبلوماسي، الدبلوماسي القنصل، الدبلوماسي القنصل هو الذي قد يكون قائما بالأعمال في السفارة، قد يكون قائما بأعمال السفارة ويقوم بمهام ووظائف القنصل، لكن القنصل يقوم بأعمال الدبلوماسية هذه يختلف الأمر، قد يكون القنصل العام وقد يكون القنصل العادي، أما القائم بالسفارة نحن ماذا قلنا في المحاضرة السابقة؟ القائم بالأعمال بالسفارة، القائم بالأعمال بالسفارة يعتبر الدرجة الثالثة من بين درجات رئيس البعثة، فلدينا السفير درجة أولى، وزير مفوض درجة ثانية، والقائم بالأعمال بالسفارة درجة ثالثة. هذا القائم بالأعمال بالدرجة الثالثة هو سفير دبلوماسي يقوم بالعمل القنصلي وليس العكس. أما القنصل الذي يقوم بالعمل الدبلوماسي فهو بطبيعة قنصل، إما درجة قنصل عام أو قنصل عادي، لكن أبدا لن يكون القنصل فخري، القنصل الفخري لا علاقة له بالمهام الدبلوماسية. تفضل دكتور كريم، سؤال آخر. أنا لن أرى الآن الأسئلة السابقة. هناك سؤال في الحصة السابقة حول شرح الفرق بين القنصل والسفير، خاصة وأن هناك خلطا بين مفهوم الدبلوماسية والقنصلية. الفرق بين القنصل والسفير. أجل، طيب السفير هو رئيس بعثة دبلوماسية، البعثة الدبلوماسية قلنا ما هي مهمته؟ مهمتها سياسية تحديدا، فحين نقول بعثة دبلوماسية هي البعثة التمثيلية الرسمية التي أرسلتها الدولة المفيدة أو المرسلة إلى الدولة المرسلة إليها أو المعتمد لديها، والسفير هنا يسمى هو يمثل رئيس هذه البعثة، رئيس البعثة الدبلوماسية يسمى سفيرا، وكرر نفس الشرح، رئيس البعثة الدبلوماسية قد يكون سفيرا وقد يكون وزير مفوض وقد يكون قائم الأعمال، أما القنصل فهو رئيس البعثة القنصلية، رئيس البعثة القنصلية يقوم بمهام قنصلية ووظائف قنصلية لا علاقة لها بالمهام الدبلوماسية والوظائف الدبلوماسية مبدئيا، أتحدث مبدئيا، ويقوم بعمل إداري وعمل اقتصادي وعمل ثقافي علمي إلى آخره من أجل خدمة مصالح دولته لدى الدولة المعتمدة عليها، وأيضا رعاية مواطني دولته لدى الدولة المعتمدة لديها، وقلنا هناك استثناءات، هذه الاستثناءات تعبر عن مدى التكامل بين العمل الدبلوماسي والعمل القنصلي، فقد يكون دبلوماسي محض يعني صفته دبلوماسي سفير يترأس بعثة دولته لدى دولة معتمدة عليها، ولكن لظروف معينة ومحددة يقوم بأعمال ووظائف القنصل، البعثة القنصلية، وأيضا نفس الشيء ينطبق على القنصل أو البعثة القنصلية لأسباب استثنائية وعادة ما تكون نادرة، يعني قليلة ممارسته قليلة، القنصل لأسباب طارئة بسبب مثلا حرب بين الدولتين أو بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين أو بسبب عدم وجود بعثة دبلوماسية أساسا في هذه الدولة، فإن هذا القنصل يضطر في حالة استثنائية أن يقوم بمهام السفير، أن يقوم بوظائف ومهام السفير، لكن الفرق بين اللقبين أو المنصبين الدبلوماسي القنصل بمعنى الدبلوماسي الذي يقوم بمهام القنصل يتمتع بجميع صفات حصانته وامتيازاته، لا ينقص منها شيء، لكن القنصل الدبلوماسي حتى وإن قام بوظائف الدبلوماسي فإنه لا يتمتع بالحصانات والامتيازات التي يتمتع بها الدبلوماسي إلا في حالة واحدة فقط، حين يمثل هذا القنصل دولته أمام المنظمة الدولية فقط. تفضل دكتور كريم، سؤال آخر. شكرا دكتورة. أعتقد هذه، هناك سؤال: هل يتمتع المبعوث الأممي أو الأمريكي إلى دول معينة مثل اليمن أو سوريا بخصائص السفير وصلاحياته؟
هل يتمتع من السفير الأمريكي؟ هل يتمتع المبعوث الأممي أو الأمريكي هنا الذين يعني نوعين من المبعوث من المبعوث إذا صح الأمر، المبعوث الأممي أو الأمريكي إلى دول مثل اليمن وسوريا بخصائص السفير وصلاحيته؟ أي ممتاز. المبعوث الأممي سواء كان أمريكيا أو مغربيا أو مصريا أو سودانيا أو صوماليا، هذا يعتبر مبعوث أممي ترسله منظمة الأمم المتحدة إلى دولة معينة في إطار مهمة خاصة، فيسمى مبعوثا وليس سفيرا. وليس سفيرا، هذا المبعوث الأممي يندرج ضمن الاتفاقية الخاصة بالبعثات، الاتفاقية الأممية الخاصة بالبعثات الخاصة. أعيد، الاتفاقية الأممية الخاصة بالبعثات الخاصة لعام تؤطرها اتفاقية عام 1969، لا تؤطر اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 61 ولا اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 63، إنما ينتج لما اتفاقية البعثات الخاصة التي العام 1969. فهذا مبعوث من طرف منظمة الأمم المتحدة وليس من طرف دولته. هناك فرق ما بين حتى الدولة بحد ذاتها يمكن أن يكون لها مبعوث أو موفد. لذلك في المحاضرة السابقة ميزنا ضروري التمييز بين البعثات الدبلوماسية والوفود الدبلوماسية. أي نعم، يعتبر دبلوماسي، شخصيته دبلوماسي، صفته دبلوماسي، يتمتع بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية بجميع أنواعها. ولكن الفرق في هذه الحالة أن حصاناته وامتيازاته تبتدئ بمجرد تقلده لهذه المهمة، وتنتهي هذه الحصانات بمجرد أدائه لهذه المهمة. ولذلك كما قلت، الفرق بين البعثات الدبلوماسية هي عبارة عن هيئات رسمية دائمة لها مقر ثابت ودائم، وأما الوفود الدبلوماسية فتندرج ضمن البعثات الخاصة، هي تقوم بمهمات خاصة ومعينة ومحددة، ولها حصانات في مدة وجيزة خاصة محددة أيضا، ولا يوجد لها مقر ثابت كما هو مقر البعثة الدبلوماسية، يندرج ضمن البعثات الخاصة. وهو دبلوماسي في شكرا هذه دكتور الحالة، على يعتبر دبلوماسي نعم وليس قنصلي، هو دبلوماسي. صحيح صحيح لأن هناك فرق. شكرا دكتورة على هذه الإجابات القيمة وأيضا على إدارتكم لهذا المحور الخامس أو المحور الرابع عفوا، أساسيات العمل الدبلوماسي والقنصلي. قدمتم حصة يوم الخميس الماضي حول التمثيل الدبلوماسي الدائم بين الدول، واليوم تحدثنا عن التمثيل القنصلي. بطبيعة الحال كان التقديم غنيا، كانت الحصة غنية أيضا. جل ما أسلفتم في هذه الحصة والحصة السابقة يشكل موضوع دروس توجد على الكراسة الخاصة بالدبلومة، خاصة في الجزء الأول والتي وضعت على إشارة المشتركين. نسعد بوجودكم دوما دكتورة منيرة رحيمي معنا في إطار أنا أسعد دكتور كريم، وأنا هذه أسعد. الدبلومة وفي إطار أنشطة المركز الديمقراطي العربي، وسوف نكون سعداء باستقبالك في أنشطة مستقبلية بطبيعة الحال، والاستزادة من معرفك وخبرتك في هذا المجال. كلمة أخيرة دكتورة قبل أن نغلق هذا المحور. لا أملك إلا أن أشكرك بدوري دكتور كريم، أشكر المركز العربي الديمقراطي الذي منحنا هذه الفرصة، أشكر جميع المشاركين على اهتمامهم وعلى أسئلتهم، أتمنى لهم خالصة التوفيق والسداد إن شاء الله في جميع أمورهم الأكاديمية والمهنية. أتمنى خالصة وصادقة أن تكون هذه الدبلومة، دبلومة قواعد تأهيل في السلك الدبلوماسي والقنصلي، أن تكون نقطة انطلاق جيدة لمستقبل زاخر بالإنجازات لصالح أوطانكم إن شاء الله، ولصالح صالح علاقات التعاون والتضامن والود وحسن الجوار بين جميع الدول في هذا المنتدى الدولي. للأسف الشديد صار
عنوان الفوضى والفوضى ولا شيء غير الفوضى. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن تمر أزمة إخوتنا في غزة على خير، أن يتم أقل شيء، يعني الواحد لا يجد ما يعبر به، أن تهدأ الأمور وأن لا يتم التصعيد تجاه الأسوأ. نسأل السلامة لجميع إخوتنا وأخواتنا في غزة، في فلسطين، في لبنان، في جميع الوطن العربي الإسلامي. وكل الشكر دكتور كريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لك دكتورة. بطبيعة الحال الدبلوماسية هي الحل لحل كل المشاكل والخلافات، ولهذا ركزنا في إطار عملنا داخل المركز على أن تكون هذه الدبلومة حول العمل الدبلوماسي والقنصلي، حتى يفهم الجميع الدور الحيوي لهذا الفرع من القانون الدولي في حل الأزمات والمشاكل واستتباب الأمن والأمان. شكرا دكتورة، نضرب موعدا مستقبلا معك في أنشطة مستقبلية. نشكر الحاضرين ونضرب له موعدا مع المحور الخامس مستقبلا يوم الثلاثاء، المحور الخامس حول العلاقات الاقتصادية والدولية، من تقديم الدكتورة رنين جوادرة والدكتور علي منصور عطية يوم الثلاثاء المقبل، وبعدها يوم الأحد قضايا الاقتصاد السياسي الدولي مع الدكتور علي الأطرش. إلى ذلك الحين ندعو الله أن تبقوا في سلامة وصحة وعافية، وإلى اللقاء. ودع بالله في ودعتي لك حبيبتي، مع السلامة، مع السلامة.